طيب احنا لو تفتكروا اخر مره اتكلمنا على بعض الحاجات كده اسمها assertions، احنا عاوزين دلوقتي افكركم بسرعه باخر تو سلايدز في المحاضره اللي فاتت نكمل عليها. احنا هنا كان عندنا في كاونتر كنا متعمدين ان احنا نحط فيه ايرور. ايه هو الايرور اللي احنا حاطينه؟ ان المفروض مع الماستر ريسيت بما انه اسينكرونس، مجرد ما الريسيت يطلع بواحد كان المفروض الاوتبوت يبقى بزيرو ايميديتلي. الديزاينر هو بيشتغل، نفترض ان هو عمل ايرور وخلى الماستر ريسيت سينكرونس، يبقى ما عملش افكت اول ما طلع، لا ده عمل افكت بعد فيرست ايدج اوف ذا كلوك. يبقى هنلاقي هنا اول ما الكلوك طلعت الماستر ريسيت بدا ياثر وخلى فعلا الاوتبوت بزيرو. طبعا الكلام ده مش المفروض كان يحصل، المفروض كان الريسيت او الزيرو دي تيجي هنا في الحته دي، تمام؟ فكنا عاوزين نعمل assertion نحطه في التست بنش بتاعنا بحيث لو حصلت حاجه زي كده يطلع لي مسج او ايرور ويقول لي الحق ده في مشكله في الديزاين بتاعك. طيب فاحنا قلنا برده المره اللي فاتت ان في نوعين من assertions، في حاجه اسمها immediate assertion وفي حاجه اسمها concurrent assertion. الimmediate assertion ده بيتحط جوه بلوك، ممكن يبقى initial بلوك او always بلوك او في اي حته، بحيث لما الكود بتاع السيميليشن يشتغل او لما السيميليتور يشتغل بيعدي على الستيتمنتس دهيا. ففي لحظه معينه انا عاوز اتشيك على حاجه، يبقى انا في لحظه معينه، ده بسميه ايميديت اسيرشن. الكونكرنت بيبقى شغال طول وقت السيميليشن، مش في لحظه معينه، طول ما السيميليشن شغال الكونكرنت دي حاجه في الباك جراوند موجوده وعماله تبص على الاسيرشن بتاعها. الاسيرشن ده بيقول ايه؟ هنا بعد ما رفعنا الماستر ريسيت خليناه بواحد، عاوز اتاكد ان في هذه اللحظه كان الاوتبوت بزيرو، ف without any delays بعد الستيتمنت دي حطيت الاسيرشن بتاعي. فبقول له ايه هنا؟ فبقول له assert، يعني بمعنى اتاكد ان الكيو كانت بتساوي 4 اصفار. اوكي، يبقى الاسيرشن هنا هيتشاف امتى؟ هيتشاف immediately اول ما عدي على الستيتمنت دي اللي هي جايه بعد الماستر ريسيت على طول. طبعا في الديزاين اللي احنا عاملينه ده كان في ايرور، لان مش اول ما الريسيت اترفع الاوتبوت بقى بزيرو، فهنلاقي الاسيرشن طلع لي مسج بالشكل ده، بيقول لي في سطر 16 في الفايل اللي اسمه كذا، تمام؟ ادي سطر 16 اهو، في اسيرشن. الاسيرشن ده بدا يعني يتنفذ عند 3 نانو سكند، وفعلا لو بصينا من بدايه الانيشال بلوك اللي هو بيبدا عن تايم 0 لحد ما وصلنا للاسيرشن ما كانش فايده غير 3 نانو سكندز بس، لأن يعني كل الستنس اللي قبل كده دي ما فيهاش ديليز، دي الوحيدة اللي بعد 3 هيبدأ يحط الـ MR، وبالتالي دي بعديها على طول يعني عند تايم 3. اوكي، فبيقول لي ان الاستيشن ده فيلد وبيوفند الفاكت دي ان الكيو ما بتساوي، يعني انا كنت بتشيك ان هل الكيو بتساوي 0، فهو بيقول لي لا الاستيشن فيلد والكيو ما بتساويش الـ 0. تمام، هل في اي اسئلة او واضح ايه هو الايميديت استيشن اللي احنا عملناه هنا؟ فيش اسئله يا جماعه معايا؟ تمام يا دكتور. طيب عاوز اقلب السلايد اللي بعديها بس ما اعرفش برده في ديلي، مش عارف ايه. طيب راح فين؟ سبحان الله. النهارده الدنيا بطيئه بشكل غريب، مش عارف في ايه، بس معلش نستحمل شويه.
طيب كانت دي المسج اللي بتطلع باي ديفولت لو كان الاسيرشن حصل له فيلينج اللي هي بالشكل ده. انا ممكن اعمل كاستمايزيشن للاسيرشن بحيث اقول له يطلع ايه لو فيل ويطلع ايه لو عدى الاسيرشن بدون مشاكل. ف تعالوا نشوف نفس الاسيرشن كتبناه تاني بس حطينا فيه شويه ديسبلاي ستيتمنتس انا اللي كتبها بنفسي. فبنقول له كتبنا كلمه اسيرشن وبعدين هنحط له الاكشن اللي المفروض ياخده لو كان عدى والاكشن اللي هياخده لو ما عداش كما لو كان اف ستيتمنت مثلا. اوكي فلو الاسيرشن ده عدى كان هيكتب لي ذا اوتبوت فاليو از كوريكت. لو ما عداش انا بقول له يكتب ايه، فبقول له يكتب فيتال ايرور، يعني في هنا امر اسمه فيتال معناه ان المسج دي حاجه يعني او الايرور ده حاجه ما ينفعش يكمل بعديها فلازم يوقف السيميليشن. ذا ريسيت از نوت سينكس. ففعلا لما جربناه مره هنجربه مع الديزاين الغلط فكتب لي الفيتال ان ذا ريسيت از نوت سينكرونس اللي هي المسج دي. وبعدين صلحنا الديزاين وجربنا تاني فالمفروض كتب لي المسج الصح، المفروض هيطلع لي ذا اوتبوت فاليو از كوريكت. الكلام ده شفناه المره اللي فاتت، انا مجرد بفكركم بيه. طيب في نوع تاني من الاسيرشنز بنسميه كونكرنت اسيرشن. الكونكرنت اسيرشن ده بيبقى شغال طول وقت السيميليشن، شغال ان بارالل مع كل البلوكس اللي شغاله. لو عندك انيشال بلوكس، لو عندك اولويز بلوكس، ده بيبقى حاجه ماشيه معاهم ان بارالل طول ما السيميليشن بيرن. الاسيرشن ده عمال يبص على الحاجه اللي انا عاوز اتشيك عليها. فتعال نشوف مثلا الاسيرشن بالمنظر ده عامل ازاي. الكونكرنت اسيرشن لازم يكتب بالشكل ده، بنكتب assert property. هناك ما كناش بنكتب كلمه property خالص، كنت بقول له assert وحط الكونديشن اللي انا عاوز ادور عليه. هنا بنكتب assert property ولازم يبقى مرتبط بايفنت معين، ما ينفعش يبقى ايه شغال طول الوقت والا هياخد وقت السيميليتور كله، السيميليتور مش هيعرف يعمل حاجه ثانيه. فانا بربطه مثلا بالبوزيتيف ايدج بتاع الكلوك، يبقى هو شغال طول وقت السيميليشن بس بيبقى اكتف عند الايدج بتاع الكلوك بس. فبنقول له assert property وبعدين بنحط له condition اللي هيبدأ يتشيك عليه ان عند الـ edge بتاع الـ clock. ايه بقى الكلام اللي مكتوب هنا؟ ده شكل very common بنشوفه مع concurrent assertion. بقول له ايه؟ هنا بنفترض ان في مسألة فيها signal اسمها request. اوكي؟ وفيها signal اسمها acknowledge. يعني في حد بيعمل request ومفروض مثلا ان البروسيسور عاوز منها حاجة، والبروسيسور لما تاخد الـ request بتاعته تبعت له بعد شويه حاجه اسمها اكنولج عشان تعرفه انها خلاص استجابت للريكوست. فبنقول له هنا ايه؟ ريكوست، وبعدين لما نحط العلامه دي معناها امبلاي. يعني ايه امبلاي؟ يعني يتضمن. لو انت عملت ريكوست لو او السيجنال اسمها ريكوست بقت بواحد ده هيتضمن الحاجه اللي هنا هتحصل. طب ايه اللي مكتوب هنا ده؟ ده مكتوب ان بعد كذا كلوك سايكل، الهاش هاش معناها بعد عدد من الكلوك سايكل. طيب العدد ده قد ايه؟ هل هو فيكسد نمبر ولا رينج؟ لا تدي له هنا رينج. يبقى من ساعه ما الريكوست يطلع المفروض ان بعد 1 او 2 كلوك سايكلز الاكنولج تطلع. فاهمين المعنى ده ايه؟ يبقى لو الريكوست حصل لازم ده يحصل. طب ايه ده؟ معناها ان في خلال 1 سايكل او 2 سايكلز الاكنولج يطلع. ده بنسميه كونكرنت اسيرشن. تعالوا نشوفه على المثال بتاعنا. المثال بتاع الكاونتر اللي شغالين عليه من اول الترم. الكاونتر ده كان فيه حاجه اسمها لود لاينز. اوكي اللود المفروض لما يبقى بواحد الكاونتر يخزن جواه القيمه اللي كانت موجوده على البي لاينز. معرفش فاكرين الديزاين ولا لا، بس البلوك دياجرام بتاعه ده كان الديزاين بتاعنا اهو. زي ما احنا شايفين في الريسيت وفي البلوك وبعدين في الاوتبوت كيو وفي حاجه اسمها الانبوتس بتاعته. لو اللود بواحد الكاونتر هياخد القيمه دي ويخزنها ويبدا يعد من بعدها. يعني مثلا في هنا خمسه يبقى مش هيبدا من زيرو، لا ده هيبدا من خمسه وبعدين لو نزلت اللود هيبدا يشتغل طبيعي بعد كده يعد من بعد الخمسه سته سبعه عن سؤال. فالديزاين بيقول لو اللود بواحد المفروض الكيو بيساوي البي. تمام؟ طيب الديزاينر اخطا بسبب ما كان سرحان كان مش مركز عمل غلطه في الديزاين فخلاه بالشكل اللي احنا هنشوفه دلوقتي. عمل الديزاين بالشكل ده.
لو حصل كلوك ايدج وما لقاش ريسيت يشوف اللود. لو اللود بواحد المفروض يحط البي جوه الكيو، هو الديزاينر غلط وكتب بي بلس 1 هيحطها جوه الكيو، فطبعا دي ايرور هنا. فتعال نشوف الاسيرشن كتبناه ازاي. زي ما احنا شايفين الاسيرشن الكونكرنت ما بيتكتبش جوه بلوك لانه هو شغال ان بارالل مع البلوكس اللي شغاله، هو ما هوش مكتوب جواه، لا ده مكتوب ستاند الون لوحده. فبنقول له هنا assert property، يبقى ده على طول concurrent assertion عند ال positive edge بتاع الكلوك. وجود اللود يتضمن او يمبلاي ان الكيو بتساوي البي، ده اللي المفروض يحصل او اللي انا بتشيك عليه. فطول الوقت بتاع السيميليشن عند كل edge بيروح الassertion ده يبقى fired ويشتغل ويشوف هل الحاجة دي متحققة ولا لا. فعند ال edge الاولاني هل في لود؟ مفيش لود، خلاص يبقى مش هيشتغل الassertion. عند ال edge التاني مفيش لود، عند ال edge التالت في لود. طيب لما لقى في لود هل الكيو بقت بتساوي البي؟ لما حصل الادج ده وفي لود هل الكيو بتساوي البي؟ لا ده البي عليه 5 والكيو عليه 6، يبقى في مشكله هنا. اوكي فيطلع لي على طول ايرور اهو، يقول لي ان في حاجه حصل لها فيلير. نفس الحكايه عند الادج ده مفيش لود، عند الادج ده مفيش لود. وصلنا للادج ده لقى لود، المفروض الكيو بتساوي البي. طب البي بكام في اللحظه دي؟ كانت ب 3، يبقى المفروض الكيو تبقى ب 3، لقى الكيو ب 4، يبقى برضو في مشكله هنا. تمام، يبقى السيميليشن طول ما هو بيرن الاسيرشن ده بيشتغل، بيخش في لحظات معينه يتشيك هل الحاجه دي متحققه ولا لا. طب نلاحظ حاجه بقى، لو بصينا على الاسيرشن اللي كان مكتوب هنا، مكتوب الخط الفيرتيكال وبعدين شرطه وبعدين سهم. لو بصينا على الاسيرشن اللي هنا هنلاقينا كاتبينه ازاي؟ مش كاتبين هنا شرطه، كاتبين علامه ايكوال. ايه الفرق بين الامبليكيشن ده والامبليكيشن ده؟ اوكي ف عاوزين نشوف الفرق بينهم. في اي سؤال قبل ما اخش على الفرق بينهم؟ معلش الفرق بين ايه يا دكتور؟ ده بنسميه امبليكيشن اوبريتور. امبليكيشن يعني لو حصلت الحاجه اللي على الشمال اللي على اليمين لازم يحصل بعديها، ده بنسميه امبلاي او امبليكيشن. تمام. طيب ده مكتوب ازاي؟ خلي بالنا كده في طريقه كتابته، مكتوب ازاي الاوبريتور ده؟ كتبناه ازاي؟ خط راسي داش سهم. اوكي طيب لما جينا هنا استخدمنا الامبلاي، كتبناه ازاي؟ خط راسي ما عملناش داش، عملنا ايه؟ في ايه دي؟ ايكوال، علامه ايكوال. يبقى في فرق طفيف ما بين الاوبريتور بطريقه كتابته هنا وطريقه كتابته في الايه، في الاستيتمنت اللي فات. هل احنا غلطنا ولا هو في فعلا طريقتين للكتابه؟ لا في طريقتين للكتابه، عاوزين نعرف الفرق بينهم عشان نبقى فاهمين. تمام تمام يا دكتور. طيب ايوه في حد هيسال؟ هو دلوقتي الاسيرشنز لازم تكون جوه التست بنش؟ الاسيرشن ممكن تتحط في اي حته، بس كناحيه تنظيميه انت كتستر او كفيريفاير بتحطها جوه التست بنش، مش معقول هتروح تحطها لي في الديزاين. احنا عاوزين نفس الديزاين عن اي حاجه ثانيه، لان الديزاينر واحد بيكتبه ملوش دعوه بيه، انت اللي بتست او الفيريفاير اللي بيتست، فبيعمل التست بنش بيحط فيه الامبليكيشنز بتاعته والاسيرشنز بتاعته. يعني دايما افصل ما بين الديزاين والاسيرشن، ما تدخلش الحاجات في بعض، تست بنش حاجه والديزاين حاجه. مفيش ما يمنع من السينتكس بتاع الفيريلوج انك تكتبه جوه الديزاين، بس دي هتبقى حاجه مزعجه جدا ومش هتبقى منظمه. تمام؟ طيب تمام. طب هو الكونكرنت اسيرشن ممكن يتحط جوه اولز بلوك ولا هو لازم يبقى لوحده دايما؟ لا الكونكرنت اسيرشن بنحطه لوحده، لان هو شغال ان بارالل مع البلوكس اللي موجوده، الايميديت اسيرشن هو اللي يتحط جوه البلوكس. تمام شكرا دكتور. طيب عاوزين بقى نشوف فرق بين العلامه دي والشكل التاني. احنا بنقول ان الامبليكيشن اوبريتور ده في منه نوعين، حاجه اسمها اوفرلابد امبليكيشن وفي حاجه اسمها نون اوفرلابد امبليكيشن. اوكي شوف الفرق بينهم دلوقتي، بس قبل ما نشوف الفرق نتعرف شويه على الامبليكيشن اوبريتور. الحاجه اللي في الليفت هاند سايد اللي على شمال الاوبريتور بنسميها الانتسيدنت، اللي هي الحاجه اللي لازم تحصل الاول، واللي على يمينه اللي هي بتيجي بعد السهم بنسميها الكونسيكوينت، اللي هي التوابع ان دي حصلت. يعني الانتسيدنت يحصل وله توابع لازم تحصل اللي هي بنسميها الكونسيكوينت. اوكي يبقى في المثال اللي هنا مثلا ده الانتسيدنت ودي هي الكونسيكوينت. طيب
طريقه التشيك، واحنا بنتشيك بقى على الاسيرشن ده امتى اكتب دي وامتى اكتب الثانيه. لو احنا عاوزين الاكشن ده يحصل في نفس الكلوك سايكل بتاع ده، لو ده بيحصل في نفس الكلوك سايكل بتاع ده، ده بنسميه overlapped implication. اوكي، لو احنا عاوزين الحاجه دي تحصل في الكلوك سايكل اللي بعديها، او انا مثلا دي حصلت وعاوز اتشيك دي مش في نفس الكلوك سايكل، عاوز اتشيكها عند الايدج اللي بعديها، بنستعمل النون اوفرلاب. ليه بنسميها اوفرلاب ونون اوفرلاب؟ لو هم في نفس السايكل بنقول الانتسيدنت والكونسيكوينت اوفرلاب على بعض، لكن لو ده في سايكل وده في السايكل اللي بعديها بنسميهم نون اوفرلاب. اوكي، طب تعال نشوف بقى يعني الستيتمنتس دي ونحلل المسج اللي بتطلع لي. سوري، هنا ده اوفرلاب ولا نون اوفرلاب اللي انتم شايفينه هنا؟ ده نون اوفرلاب. كده نون اوفرلاب، دي هتحصل في سايكل ودي في السايكل اللي بعديه. تعالوا نقرا المسج اللي طالعه منه ونشوف بيقول لك ايه. بيقول لك الاسيرشن ده ستارتد ات 25 نانو سكند، يبقى هو اللود حصلت، ادي اللود اهو حصل ايدج ولقينا لود. الكلام ده حصل عند تايم كام؟ ادي ال 20، يبقى دي ال 25 هنا. اوكي، طيب انا مش هتشيك على الاكس الكيو بتساوي البي الا في السايكل اللي بعديها، لان ده نان اوفرلاب، ده بيحصل في سايكل وده هتشيك عليه في السايكل اللي بعديها. اوكي، هتلاقي المسج بيقول لك ايه، الاسيرشن بدا عند 25 بس فيلد ات 35، الكلوك بيريد بتاعتنا 10، فهو بدا هنا حصل فايرنج للاسيرشن، لقى ايدج ولقى لود، يبقى الانتسيدنت حصل. هل الكونسيكونس سليم ولا لا؟ مش هتشيك عليه دلوقتي، هتشيك عليه في السايكل اللي بعديها اللي هي عند 35. اوكي، فعند 35 قبل التشينج ده على طول لقيت اللود ب 5 والكيو ب 6، يبقى فيه. فبيقول لك هنا ستارتد ات 25 وفيلد ات 35. نفس الحكايه هنا، ستارتد ات 75 لكن مش هكتشف الفيلير الا عند بعديها ب 10، يعني في البلوك سايكل اللي بعديها عند 85. اوكي، لو كنت عملت دي سهم واحد كان هيقول لي 25 وفيلد ات 25 برضه، وهنا 75 وفيلد ات 75، لكن نتيجه ان انا عاملها نان اوفرلاب بيحصل الانتسيدنت في سايكل ويحصل اللي تشيك على الكونسيكوينت في السايكل اللي بعديها. اوكي، فهمنا الفرق بينهم؟ يعني الفرق يا دكتور وان شيفت في كلوك سايكل. يعني انت المفروض لما الحاجه الاولانيه تحصل تتشيك على الحاجه اللي بعديها، فممكن تتشيك في نفس اللحظه وممكن تتشيك في السايكل اللي بعديها. هنا لو انا كتبت الاوبريتور بالشكل ده يبقى هتشيك في نفس السايكل، لو كتبته بالشكل ده هتشيك على النتيجه في السايكل اللي بعديها. طب كون في حاجه زي كده في اللغه، ده معناه ان المفروض ان انا هحتاج استخدم حاجه زي كده اللي شفت كلوك سايكل، بس مش هحتاجها في اكتر من كده، يعني مش هحتاج مثلا تشيك بعدها بسايكلين او اكتر؟ لا ممكن طبعا، ده اللي هنشوفه في السلايدز الجايه بقى، بس الاول طريقه الكتابه بالنسبه للايه اوفرلابد ونان اوفرلابد. طيب فهمنا دي خلاص دكتور. طب انا لو كتبت مثلا هاش 10 تمام وعملت تشيك، مش هيبقى عدى برضه كلوك سايكل؟ لو كتبت هاش هاش 10 يبقى انت هتتشيك بعديها بعد 10 10 كلوك سايكل. او كتبت هاش 1 هاش هاش 1 سوري، مش تبقى هي يعني؟ بالظبط، بالظبط عندك حق. تمام، يعني ممكن بدل ما اكتب اللي هي النان اوفرلاب اكتب الاوفرلاب بس احط ديلي هنا بواحد، يبقى بحيث يتشيك على السايكل اللي بعديها. تمام، هنشوف الكلام ده بالتفصيل دلوقتي في السلايدز اللي جايه. قبل ما اكمل في اسئله تاني؟ اتفضل. هو الديلاي اللي بيتحط ده مش ده بالتايم ولا بالكلوك سايكلز؟ لا بالكلوك سايكلز. هنا هاش هاش يعني، هنا بص خلي بالك الديلاي العادي في اي حاجه، يعني مثلا زي هنا الهاش الواحده ده بالتايم، لكن لما تحط هاش هاش انت بتتكلم على كلوك سايكلز مش تايم. يعني هنا مش معناها من 1 ل 2 نانو سكندز، لا من 1 ل 2 سايكلز، عملنا دبل هاش مش هاش واحده. تمام، شكرا. وده اللي بستخدمه في الاسيرشن ما بحطش ديلي عادي، بحط كلوك سايكل. اوكي، تمام، شكرا. العفو، اي اسئله تاني يا جماعه؟ طيب يبقى تاني احنا بنقول عندنا الاوبريتور اللي هو ده او الامبليكيشن اوبريتور ان جنرال، الحاجه اللي قبليه بنسميها انتسيدنت، حاجه بتحصل الاول،
وبعدين لو حصلت اروح اتشيك او ايفالويت الحاجه اللي بعديها اللي هي بنسميها كونسيكونت. تمام كده؟ طيب هنا مثلا مثال على الاوفرلاب امبليكيشن، بنقول له مثلا تاني احنا واحنا بنكتب الكونكرنت اسيرشن قلت لازم اكتب اسيرت بروبرتي. اوكي، ممكن بدل ما اكتبه بالشكل ده ويبقى طويل قوي وفي ديتيلز كتيره، انا اعرف الاول ايه هي البروبرتي اللي انا عاوز اتشيك عليها، وبعدين بعد كده اقول له اسيرت اسم البروبرتي. زي ما هنشوف في المثال ده، انا هنا عملت ايه؟ هعرف بروبرتي اسمها بي. اوكي، وحط البروبرتي بتاعتي ان عند البوزيتيف ايدج بتاع الكلوك لو حصل الاي يبقى لازم البي تحصل، يعني لو حصل الاي هروح اشوف البي بواحد ولا لا. اوكي، وبعدين خلاص هنا كده عرفت البروبرتي. بدل ما اكتب كل الكلام ده في الاسيرشن هقول له اسيرت بروبرتي واحط له اسمها وخلاص. اوكي، فدي طريقه ثانيه للكتابه، كان ممكن اكتبها بالشكل ده، ممكن اكتبهم في سطر واحد اقول له اسيرت بروبرتي واروح جاي كاتب كل الكلام ده. فيعني ممكن عشان بس يبقى الدنيا منظمه برضو نعرف البروبرتي الاول وبعدين نعمل ايه اسيرشن عليها. تمام، طيب فواضح ان ده اوفرلابد لاني مستعمل الاوبريتور ده، وبالتالي لو حصل ايه يبقى لازم في نفس اللحظه بالظبط اروح ابص الاقي البيب واحد، لو ما حصلش كده هيبقى في ايرور هيطلع لي المسج بتاعتي. تمام، نفس البروبرتي عملناها بس خليناها بنان اوفرلاب، يبقى لو حصل الاي ما تبصش على البي دلوقتي، استنى سايكل وبص على البي في السايكل اللي بعديها. فخلاص احنا فهمنا دلوقتي يعني ايه اوفرلاب ونان اوفرلاب. تمام، طيب لو عاوزين نتشيك على البي مش بعد الكلوك سايكل واحده، لا ده بعد عدد من الكلوك سايكل، يبقى عاوزين نكتب امبليكيشن هنا. تمام، with a fixed delay on the consequent. يعني ايه؟ تعالوا نبص على البروبرتي دي، بتقول له لما يحصل الادج بص على الاي، لو الاي بواحد ما تبصش على البي دلوقتي، استنى two clock cycles وبعدين بص على البي. احنا هنا بنأخر التشيك بتاعنا، اول ما الاي تحصل ما تبصش على الكونسيكونت دلوقتي، لا استنى شويه وبعدين بص عليها. شويه قد ايه؟ انا محدد له هنا two clock cycles exactly، يعني بعدها بالظبط باتنين سايكل. تمام، مش رينج، انا محدد عدد معين من السايكلز بعديها هبص على البي. اوكي، طيب يبقى ده بنسميه او الطريقه اللي بحدد بيها الديلي اللي انا عاوز احطه ما بين حدوث الاي والتشيك اللي انا عاوز اعمله على البي. اي اسئله؟ لما بخليه رينج دكتور بيتشيك كل مره فيهم، بيتشيك كل مره فيهم لحد ما تحصل، لو ما حصلتش لحد ما الرينج ما خلص يبقى عندك مشكله، زي ما هنشوفه في المثال اللي جاي ده. تعال نبص على المثال ده بيقول ايه. انا هنا مش محدد fixed number of clock cycles هتشيك بعديها، ده انا محدد ويندو، محدد كده ايه رينج. فبقول له هنا معناه ايه الاسيرشن ده؟ لو حصلت الاي هبص على البي امتى؟ هبص عليها بعد 1 clock cycle وبعد 2 clock cycle وبعد 3 clock cycle وبعد 4 clock cycle. لو في اي واحده من الحالات دي البي كانت بواحد يبقى الاسيرشن عدى، لكن لو عدى واحد واثنين وثلاثه واربعه والبي ما طلعتش بواحد يبقى الاسيرشن ده بيحصل له فيلير. اوكي، يبقى انا هنا الايفالويشن بتاع البي هبص عليه امتى؟ مش اول ما ايه حصلت، لا بعديها بوان كلوك سايكل. لو لقيت بي اوكي خلاص هخلص، ما لقيتش بي هبص تاني عند تو كلوك سايكل، لقيتها كان بيها، ما لقيتش هبص عند ثلاثه وهبص عند اربعه. اول مره البي تحصل في الرينج ده خلاص يبقى الاسيرشن بيعدي، لو البي ما حصلتش خالص يبقى الاسيرشن هيفيل. تمام، طبيعي مثلا بنيجي نقرا من ميموري، احنا عارفين الميموري لما بتبعت لها امر ريد ما بتطلعلكش النتيجه ايميديت، ده بتاخد شويه ديلي، والديلي ده ممكن يبقى فاريبل مش فيكسد، يعني ممكن تدي امر الريد وتستنى 2 3 4 كلوك سايكلز على ما يجي لك الرد من الميموري. تمام، لو ما جالكش في خلال 4 كلوك سايكلز يبقى في حاجه غلط في الميموري بتاعتك ولازم ايه تصلحها. لكن الميموري ممكن ترد على طول، ممكن ترد بعدها باثنين، بعدها بثلاثه، بعدها باربعه. اوكي، فلازم نعرف ازاي نعبر عن الرينج، ازاي احدد هبص على البي امتى. تمام، على حسب الديزاين بتاعي، لو هو مدي رينج فانا بكتب له رينج هنا قد ايه. اوكي يا جماعه، في اي اسئله؟ كمل. تمام يا دكتور.
طيب لو انا مش عارف البي هتطلع امتى، لكن عارف انها لازم تطلع في وقت ما، اوكي، يعني بنسميه eventually هتطلع، يعني انا عملت الاي وبعد زمن ما الله اعلم ايه هو البي لازم تحصل. فازاي احدد رينج مفتوح مش محدد من 1 ل 3 ولا من 1 ل 4، رينج من 1 الى لحد السيميليشن ما يقف. دي بنعملها بالدولار ساين، علامة الدولار، اوكي. فده معناه ايه؟ لو الاي حصلت انا متوقع ان البي لازم تحصل بعديها بوان سايكل او تو سايكلز او ثلاثة سايكلز او 10 سايكلز او 100 سايكل، المهم في النهاية لازم البي تحصل. لو خلصت سيميليشن والبي ما حصلتش يبقى البتاع ده هيفيل وهيطلع لي ايرور مسج. ده بنسميه الايفينشولي اوبريتور، اوكي. ايفينشولي يعني في النهاية هيحصل، هيحصل في وقت ما. يبقى هنا بنقول ايه؟ التشيكر will keep checking for a match until the end of simulation. هفضل ابص بعد سايكل، بعد اثنين، بعد ثلاثة، بعد اربعة، لحد ما البي تبقى بواحد. لو البي فضلت طول عمرها زيرو يبقى خلاص، يبقى انا خلصت simulation والassertion ده ما اشتغلش او ما didn't pass يعني، ففي الحالة دي هيطلع لي error message. حاجة زي كده طبعا هي كويسة جدا لو انا مش عارف التايمينج اللي المفروض البي تحصل فيه. ولكن كناحية براكتيكال الناس اللي بتشتغل مش بينصحوا انك تستعمل ده لانه بيبطئ السيميليتور قوي. السيميليتور في النهاية سوفت وير بيران على بروسيسور، فانت لما تقول له البروسيسور اقعدي اعملي تشيك مليون مرة اكيد هتضيع وقت كتير قوي في انه كل شوية تخش وتعمل التشيك ده. لكن يعني لو انت بقى مش عاوز السيميليتور يعني يعمل كده، حط ماكسيمم رينج من دماغك، قول بعد مثلا 100 سايكل حتى هيشتغل، يبقى حط له من 1 ل 100، ما تسيبهاش مفتوحه بالمنظر ده. دي نظريا شغاله ولكن عمليا بتخلي السيميليشن بطيء. تمام يا جماعه؟ هي بتخليه بطيء عشان هو حرفين كل مره كل كلوك سايكل بيدور، صح؟ اه بالظبط، كل كلوك سايكل بيروح يبص على البي يشوفها بقت بكام. يبقى انا هدفي ألمت الرينج قد ما اقدر يعني. اه حط ماكسيمم استيميت البي المفروض تطلع بعده وحطه له، ما تسيبوش مفتوح، لان ممكن السيميليتور بتاعك بيران بالثلاث ايام في البروجكتس الكبيره، ده ساعات السيميليتور بيران اسبوعين مثلا، مش معقوله طول الاسبوعين دول انت عمال كل كلوك سايكل تخش تشوف البي بقت بواحد ولا لا، فهتلاقي عمليه السيميليشن بقت بطيئه، ما هياش سريعه، مش ماشيه معاك بسرعه، اوكي. فحط ماكسيمم رينج، مفيش ديزاين بيبقى مفتوح الى الابد كده، دايما بيبقى في ماكسيمم رينج المفروض البي تطلع بعده. لكن هو السيستم فيرلوج بيتيح لك انك تعمل حاجه زي كده، لكن الناس اللي بتشتغل بيقول لك لا، يعني ايه خليك عاقل يعني ما تعملش كده لان دي هتخلي السيميليتور بتاعك بطيء. اوكي طيب تمام يا دكتور. تمام طيب كده عرفنا احنا يعني بنكتب ازاي الامبليكيشن اللي هو حاجه بتكتب جوه الاسيرش. تمام عايزين نرجع تاني بقى لموضوع الفانكشنال كفرج. احنا لما بنران سيميليشن احنا المفروض اعرف انا غطيت قد ايه من السيناريوز اللي انا عاوز اعمل لها تيست. انا الديزاين بتاعي المفروض بيعمل كذا وكذا وكذا وكذا، انا هران سيميليتور، هل يا ترى في حاجه نسيتها؟ هل ما جربتش كل الفيتشرز بتاعت الديزاين؟ الديزاين فيه 1000 فيتشر، هل انا جربتهم كلهم ولا جربت 500 بس؟ فلازم يبقى في ميجر يقول لي انت عملت قد ايه من نفذت قد ايه من التست بلان بتاعتك. فالحاجه دي بنسميها كفرج، وهنشوف دلوقتي ازاي نعمل الكفرج وازاي نتفرج عليه، وخاصه لو بتران راندوم تيستس. يعني انا عامل الديزاين بتاعي مش باني تيست بلان لكل حاجه بتحصل، يعني في هنا في بتاع الكاونتر اللي كنا احنا عاملينه ده، لو بصينا على التيست بلان بتاعته هنلاقي احنا يعني عاملين بايدينا السيجنال اللي انا عاوز اشوفها. فانا هنا انا مفصل التيست بتاعي عشان اشوف كل حاجه شغاله صح ولا غلط. يعني هنا مثلا كنت حطيت على البي 3 رقم 7 انا اسف، وبعدين عملت الريسيت، وبعدين حطيت الانيبل بواحد، خليت الريسيت هنا بزيرو وبعدين انيبل بواحد، كل ده انشاليزيشن انا بنيه بايدي. هل السيجنالز دي انا سبتها تبقى جنريتد راندوم ولا انا محدد قيمها؟ انا اللي محددها بايدي، انا اللي حاطط الفاليو 7 وحاطط 0 على الريسيت وحاطط 1 على الانيبل وحاطط 0 على اللود،
وبعد شويه جيت رفعت انا بايدي الريسيت خليته بواحد، فانا هنا بتحكم في الايه، في التست هيمشي ازاي، انا اللي بحدد قيم الانبوتس اللي انا هدخلها. لكن الكلام ده في الديزاينز الكبيره بيبقى برده مستحيل، لان عندك ملايين القيم اللي ممكن تدخل، وبالتالي مش هقعد ابني مليون سطر اكتب كل السيناريوز المحتمله او اللي انا متخيلها عاوز اتست بيها. فاحنا بنخلي الجينريشن بتاع القيم بتاعه البي والام ار والانيبل وكل الحاجات دي بخلي الجينريشن بتاعها راندوم. طب هل لو انا عملت لها جينريشن راندوم هل هتغطي كل الاحتمالات اللي انا عاوزها ولا لا؟ مش شرط، ممكن تران السيميليتور هيطلع لك مثلا الريسيت يطلعه لك بزيرو. افترض الراندوم فاليو عمرها ما جت واحد على الريسيت، يبقى انت ما عملتش تيست الفانكشناليتي اللي اسمها ريسيت. فاحنا عاوزين نعمل راندوم تيست بس نقيس احنا غطينا قد ايه من الاحتمالات اللي المفروض نغطيها. اوكي، فانا مش هتعب نفسي واكتب كل الكلام الطويل ده، انا هكتب ستيتمنت واحده اقول له خلي البي والام ار والانيبل واللود دول خليهم يبقوا جنريتد راندوم، وران سيميليتور شويه وبعدين ابص حصل ايه. فلازم لما اجي ابص اشوف هل يا ترى انا غطيت كل الاحتمالات او غطيت الاحتمالات الانترستنج بالنسبه لي. تمام، فازاي بقيس انا عملت ايه؟ بقيسه بحاجه اسمها الكفرج، وده اللي هنشوفه دلوقتي في الجزء اللي جاي. طيب زي ما بنقول ان عشان تجمع الداتا كلها دي حاجه بتبقى اكسبنسيف او متعبه بالنسبه للانجينير اللي بيكتب، فاحنا هنقول ان احنا هنميجر الحاجات اللي احنا عاوزين نعمل لها اناليسيس بس. يعني هنشوف الكلام ده بكلام عملي افضل ما نقعد نتكلم كلام نظري كده. تعال نشوف الايه الكلام ده هنعمله ازاي. احنا اتكلمنا لو تفتكروا في المحاضرات اللي فاتت عن حاجه اسمها فانكشنال كفرج، اللي هي بتقيس لي انا غطيت قد ايه من الفانكشناليتي بتاعه الديزاين وانا بعمل تيست. زي ما قلت التيست الديزاين بتاعي ممكن يكون بيعمل عنده 15 فيتشر، هل انا عملت تيست لل 15 فيتشر ولا عملت تيست ل 10 بس؟ دي بنسميها فانكشنال كفرج. طيب في حاجه ثانيه كنا اتكلمنا عليها اسمها كود كفرج. انا كاتب الديزاين بتاعي عن طريق فيري لوج ستيتمنتس، هل يا ترى وانا بعمل رانينج للتيست بلان بتاعتي عديت على سطر سطر في الكود اللي انا كاتبه ولا في حتت ما عدتش فيها في الكود؟ فده بنسميه الكود كفرج. احنا كناس عاوزين نتاكد من صحه الديزاين، مفيش حد يقول لي انا محقق فانكشنال كفرج عالي فانا كده مطمن، او حد يقول لي انا محقق كود كفرج عالي فانا كده مطمن. لازم تحقق الاثنين عليهم، لازم تقع في المربع ده ان يبقى الفانكشنال كفرج هاي واللاين كفرج لو. طب ليه لازم اقع في المربع ده؟ تعال نشوف. انت في بدايه التيست انت لسه ما عملتش تيست تحت حاجه خالص، فلا غطيت الفانكشن ولا غطيت الكود، ماشي؟ فبيبقوا الاثنين لو. فدي هنا الستارت اوف ذا بروجكت. ممكن تران شويه، تحط التيست بتاعك وتجنريت راندوم نمبرز وتران، لقيت ان الفانكشنال كفرج بتاعها معناها ان انت عمال ايه تكفر فيتشرز كتير لكن لسه في حتت في الكود ما عدتش عليها. طب ده معناه ايه؟ ده انديكيت ايه؟ ان هاي فانكشنال كفرج بس لو كود كفرج، معناها ان انت كاتب كود كبير يعني ديزاين فيه حاجات كتير ولكن انت لما عملت التست بلان بتاعك او لما قلت انا عاوز اتست الفيتشر نمره 1 و2 و3 و4 لحد 15 انت في فيتشرز ما خدتش بالك منها، في فيتشرز 17 و18 و19 و20 انت مش واخد بالك منها. تاني انا عاوز اخدها على مثال عشان يبقى افضل. تعالوا نرجع للمثال بتاع الكاونتر بتاعنا، حطه قدامنا من الديزاين نفسه. مثلا الديزاين بتاعنا اهو، اوكي، انت كاتب كود المفروض اللاين كفرج معناها لازم هيخش في الاولويز بلوك ده، ولازم هيتشيك مره ان الام ار كانت بواحد فيخش في الحته دي، ولازم يتشيك مره تانية ان الام ار كانت بزيرو وبعدين الواي كان اللود كانت بواحد عشان يخش في السطر ده. يعني لازم تحقق الانبوتس اللي تخليك تعدي على كل سطر او كل ستيتمنت في الديزاين بتاعك، اوكي، وفي نفس الوقت لازم تطمن ان انت بتعمل تيست ان هو بيعمل ريسيت، ولازم تعمل تيست ان هو بيعمل لود، ولازم تعمل تيست ان هو بيعد لما يبقى الانيبل بواحد، ولازم تعمل تيست ان هو بيعدش لو الانيبل بزيرو. دي الفيتشرز بتاعتك اللي انت عاوز تستها. طيب تاني، لو لقينا بقى الفانكشنال كفرج عالي ولكن
الكود كفرج مش عالي. ده معناه ايه؟ معناه وانت بتكتب البلان بتاعتك اللي هتست بيها، انت قلت له في البلان انا عاوز اتشيك على الريسيت وعاوز اتشيك على اللود، ونسيت تكتب في البلان حتة ان هو يعد لما يبقى الانيبل بواحد. اوكي، فانت هترن وهتقول اه يا سلام ده انا غطيت كل اللي انا عاوز اغطيه، اللي هو بيعمل ريسيت صح وبيعمل لود صح، وتخيلت كده ان انت عملت 100% كفرج خلاص. لكن انت نسيت ان تكتب في البلان بتاعتك ان انت عاوز تتست كمان حتة الانيبل، لو بواحد الكاونتر يعد، لو بزيرو الكاونتر ما يعدش. يبقى احنا ده انديكيشن لايه؟ لما تلاقي الكفرج الفانكشنال عالي ولكن ما عداش مثلا على الحته دي في الكود، يبقى ده انديكيشن ان التست بلان بتاعتك ناقصه، ما هياش كامله. فانت لما جيت تست تخيلت انك عملت كفرج لكل حاجه لكن انت اكشوالي ما عملتش. يبقى ديزاينر مديك ديزاين حلو او في كل حاجه، لكن انت لما جيت تعمل تست بلان عشان تست ما حطيتش في اعتبارك كل الفيتشرز بتاعت الديزاين. يبقى لما تلاقي الفانكشنال كفرج عالي لاين كفرج او الكود كفرج قليل، ده معناه ان التست بلان بتاعتك عاوزه تتصلح، ما هياش كامله، لازم تزود في التست بلان حاجات كمان عشان تعمل لها تست. طيب لو لقيت العكس، لو لقيت انه بيعدي على كل حته في الكود لكن لسه في فيتشرز في الديزاين ما حصلهاش تيست، ده معناه ايه؟ معناه ان الديزاين نفسه الكود بتاعه ناقص. اوكي، يعني احنا ممكن في الديزاين مثلا ننسى الحته بتاعه الريسيت دي وما نكتبهاش، وبالتالي لما تيجي تيست هتلاقي نفسك اه الكود بيعدي على دي وبيعدي على دي وبيعدي على دي، ان دي ما كانتش مكتوبه اساسا الحته بتاعه الريسيت، يبقى انت معناها ان الديزاين بتاعك مش مكتوب صح. ف لو لقيت ان انت بتعدي على كل اللاينز لكن مش كل الفيتشرز سليمه او ما عدتش عليها كلها، يبقى ده معناه ان الديزاين ناقص. فلو ما لقيتش الاثنين عاليين معناه ان في حاجه ناقصه، التست بلان ناقص يا الديزاين ناقص. لان خلي بالك اللي بيعمل لك الديزاين ده واحد غيرك، يعني في واحد بيعمل ديزاين وبيديه لك تعمل له تيست او تفيريفاي ان هو سليم. فتاني لو لقيت نفسك واقع في المنطقه دي هاي كفرج ولكن الكود كفرج قليل، يبقى معناها ان التست بلان بتاعتك ناقصه، انت مش حاطط في اعتبارك حاجات المفروض تعمل لها تيست وهي موجوده في الديزاين. لو لقيت نفسك في المربع ده معناها ان الكود كفرج عالي، معناها انك بتعدي على كل اللاينز بتاعت الكود لكن الفانكشنال كفرج قليل، يبقى انت في ايه المشكله بتاعتك؟ ان الديزاين بتاعك ناقص، الكود ده عاوز يتزود عليه حاجات. انت عديت على كل اللي موجود في الكود لكن اللي موجود في الكود ده مش بيكفر كل الفانكشناليتي، يبقى هنا في مشكله في الديزاين لازم يتصلح. يبقى هنا في مشكله ديزاين، هنا في مشكله تيست بلان. عشان يبقى الديزاين بتاعك سليم لازم تقع في المنطقه دي، الاثنين يبقوا سليم. تمام، واضحه يا جماعه؟ دكتور يعني الطبيعي ان انا الاقي الفانكشنال كفرج والكود كفرج بيرايزوا مع بعض، ما الاقيش في فرق بينهم شاسع؟ يعني ممكن يبقى في فرق بينهم في البدايه لكن بعد ما تخلص سيميليشن لازم تلاقيهم هما الاثنين عاليين. تمام احنا بنبدا دايما من هنا، مفيش لا عملت لا ده ولا ده. بعد شويه انت بترن فبتكفر شويه فانكشناليتيز فالفانكشنال كفرج بتعلى، هتلاقي نفسك وصلت فانكشنال كفرج 100% والكود كفرج لسه 30. طب ده معناه ايه؟ معناه ان في حاجات مكتوبه في الديزاين انت ما عملتش تيست عليها، يعني هي موجوده في الكود بتاع الديزاين بس انت ما عدتش عليها. في نفس الوقت بتقول ان الفانكشن كفرج عالي، لا يبقى انت التيست بلان بتاعتك غلط، انت مش بتست كل حاجه، انت عملت تخيلت ان في 5 فيتشرز وهم 17، فانت تخيلت انك وصلت 100% لانك غطيت الخمسه اللي انت بتفكر فيه، في 12 لسه ما حدش جه ناحيته مكتوبين في الديزاين بس انت ما شفتهمش. تمام، والعكس لو انت عندك هاي كود كفرج معناه انك عديت على كل لاين في الكود بس لسه في حاجات في الفانكشنز ما تجربتش. طب ازاي عديت على كل لاين في حاجات في الفانكشن ما تجربتش؟ يبقى الديزاين ناقص، يبقى الكود ده مش مكتوب بشكل سليم، ده في حاجات ناقصه ما كتبتش لسه. تمام اوكي، فاحنا الجول بتاعنا زي ما بنقول ان تبقى عندك بوث هاي كود كفرج اند فانكشنال كفرج. اوكي طيب ازاي هنقيس الكفرج بقى؟ تعالوا هناخد مثال هنكتبه مع بعض على الاي دي اي بلاي جراوند. اوكي، كل السيميليتورز بيبقى فيها وسيله انك تقيس بيها الكفرج بتاعك. تعالوا هنبدا نكتب اول كود دلوقتي ونحط فيه راندوم تيست ونشوف هنعمله ازاي. اول حاجه ده جزء براكتيكال كده عشان تعرفوا تعملوه، يعني لما نخش على الاي دي اي بلاي جراوند
هنختار السيميليتور بتاعنا، هنختار كويستا. هي كل التولز بتاعت الشركات فيها الكود كفرج، تمام، كلهم فيهم، لكن الفيرجن اللي موجودة على الاي دي اي بلاي جراوند مش هتلاقوا فيها الكود كفرج غير مع منتور كويستا، مش هتلاقوا كود كفرج مع بتاع سينوبس. هو في الحقيقة موجود التول الاصلية اللي الناس بتستعملها موجود، لكن النسخة اللي موجودة على الاي دي اي بلاي جراوند هي نسخة تعليمية، وبالتالي هي ليميتد شوية، فمش هنلاقي حتة اللي بتقيس الكفرج غير عند منتور كويستا. هذا اللي هنختار. اوكي، وهنختار هنا هنلاقي فيه حاجة اسمها run options، هنكتب فيها الاوبشنز دي. اوكي، وهنكتب فايل، يعني احنا عندنا بيبقى التست بنش مكتوب، هنزود فايل هنشوف ازاي دلوقتي، هنسميه دو فايل. في حاجة اسمها دو فايل، بعد ما ترن السيميليشن بتروح جاي عمل لها فايلنج فبتشتغل. هنكتب جوه الدو فايل، هنكتب التو ستيتمنتس دول، دي مجرد براكتيكال نوت عشان نقيس الكفرج ازاي على الاي دي اي بلاي جراوند. تمام، طيب تعالوا نعملها خطوه بخطوه. نفتح الاول اي دي بلاي جراوند ونظبط الحاجات دي. مش راضي يطلع من البرزنتيشن، مش هيدي برضه. الحمد لله. طيب نشغل اي دي بلاي جراوند. دكتور، ايوه، ممكن سؤال؟ اتفضل. عادي صوتك بس شويه. تمام، هو دلوقتي لو الفانكشن كفرج قليله بس الكود كفرج 100%، هو ده في احتمال ان انا اكون عايز ازود التست نفسها او الراندوم تيست اللي بعملها رن، ولا كده معناه ان زي ناقص؟ بس لا، معناه ان زي ناقص. انت عديت، انت بتقول لي ايه؟ الكود 100% لكن الفيتشرز اللي انت بتعمل لها تيست طلع قليله، او الفانكشنال كفرج قليل. طب ما انت طالما عديت على 100% من الكود المفروض تكون غطيت كل حاجه، طب ازاي الفانكشنال كفرج لسه قليله؟ ده معناها ان انت مش كاتب الكود كامل، الكود بتاعك فيه حاجه ناقصه، مش يعني الامبلمنتيشن بتاعك مش سليم. يعني انا بقول 100% كود لكن الفانكشن مش متحققه، طب ازاي؟ يبقى اكيد الكود ده ناقص حاجه. طيب تمام. والعكس بقى، لو الفانكشنال عاليه قوي ولكن الكود ما عملتش، ما عديتش عليه كله، انت عديت على حته منه وطلعت تقول لي ده انا خلصت، لا ما انت عديت على حته منه، يبقى معناها ان انت مش بتست التست بلان بتاعتك، مش حاطط في اعتباره كل الفانكشناليتي بتاعت الديزاين، فلازم تروح تزود الفيتشرز اللي انت يعني مثلا انت عندك 20 فيتشر. اوكي، انت حطيت بتقول لو حققت الخمسه دول يبقى انا كده جبت 100%، طب في 15 واحده لسه مش تيستد، عشان كده انت حققت 100% في الفانكشنال ولكن الكود ما عديتش عليه كله، يبقى التست بلان بتاعتك لازم تزود شويه، تحط ال 20 فيتشر اللي انت المفروض تستهم عشان تتاكد انك عديت عليهم. اوكي، واضحه ولا ملخبطه؟ تمام، شكرا دكتور. تمام، طيب تعالوا نخش على الاي دي اي بلاي جراوند ده ونعمل تيست كده صغير مع بعض. الدنيا بطيئة النهاردة، مش عارف ليه كده، بس يعني خلينا نستحمل. مفيش مشاكل يا دكتور. نعم، اوكي.
افتح الكروم مش راضي يتفتح. ممكن عشان في كذا تاب فهو مهنج تابس كتير. ممكن نقفل الحاجات دي كلها. حتى مش راضي يقفل. لو كده ممكن حضرتك يعني تغير البراوزر اصلا، ممكن تجرب ايدج مثلا او حاجه، يعني حاجه تكون ما فيهاش براوزر تابس. ممكن خلينا نعمل محاوله اخيره هنا، نقفل ده خالص. في حاجات قفلت. اوكي انتوا منزلينه او يعني كل واحد فيكم فتح اكاونت وبداتوا تستخدموه المفروض، يعني اكيد صح؟ يا دكتور. يا دكتور دكتور، هو موديل سيم ما فيهوش طبعا فانكشنال كفرج والحاجات دي صح؟ مين موديل سيم؟ موديل سيم اكيد في الستودنت الستودنت اديشن ممكن ما تلاقيهاش. بس يعني جرب اللي احنا هنعمله هنا على الموديل سيم اللي عندك وشوفه هيطلع ولا لا. انا ما جربتوش غير من خلال الاي دي بلاي جراوند هنا، ف كويست سيم هو الوحيد اللي لقيته شغال بيعمل كفرج. تمام، عشان بس سطر الكود او سطر الفانكشن اللي حضرتك قلت عليه اللي هو ايكوال مش عارف ايه ده، ما اظنش ان انا هعرف ادخله فين في موديل سيم اصلا. بيبقى مكتوب كسكريبت فايل المفروض، يعني لو عملت سيرش هتلاقي. تمام يعني اوكي طيب، فاحنا قلنا هنا هنختار الكويستا سيم سيميليتر بتاعنا، نختار الكويستا اهو تمام. وبعدين قلنا في الران اوبشنز كنا بنقول هنحط دي، هي محطوطه باي ديفولت يعني، ولكن لو ما كانتش مكتوبه لازم نكتبها. اوكي هي الستيتمنت دي تمام، اللي هي الفوب تاجز بلس اكونت بلس ان بي ار، هي اوريدي موجوده تمام. عاوزين نعمل بعد كده الفايل اللي اسمه ران دوت دو عشان نكتب فيه شويه الستيتمنتس دي. فازاي نكتب فايل اضافي في هنا؟ بنيجي على التاب اللي فوق دي ونحط بلس فبنزود فايل جديد، فهنكتب فايل هنسميه ران دوت دو ونقول له كرييت فايل.
عاوزين نحط فيه بقى الستيتمنتس اللي احنا كاتبينها هنا، اللي هنا run minus all بعدين coverage report minus detail، هنكتب السطرين دول. اوكي يبقى run minus all بعدين coverage report اللي هم مطلوبين ان احنا نكتبهم في الايه في الران فايل. نيجي نقول له بعد ما تخلص use run.all tcl file. اوكي عشان نستخدم الفايل ده. طب عاوزين نعمل تيست دلوقتي بسيط خالص، مش هنعمل ديزاين، هنعمل ديزاين دامي ديزاين كده، بس عاوز اوريكم ازاي بنكتب ال ازاي بنحط كفرج عشان تشتغل يعني. فاحنا هنعمل انترفيس زي ما اتعودنا. انا هتخيل ان عندي ديزاين دامي كده، ديزاين هنسميه باص. الباص ده بياخد ادرس وبياخد داتا، فتعالوا نشوف هنكتب فيه ايه او ايه الانترفيس بتاعته. فاحنا عندنا هنا انترفيس سميها اي حاجه، سميها باص مثلا اي اف سي. اوكي وبعدين هندخلها كلوك من بره زي ما كنا بنعمل دايما، وبنقول ان الانترفيس دي فيها حاجه مكونه من 32 بت اللي هي الداتا، وفي حاجه تانية في الانترفيس مكونه من 3 بت اللي هي الادرس او هنسميها البورت نمبر، من 2 ل 0 دي هسميها بورت. طيب احنا الديزاين بتاعي الانترفيس بتاعته ما فيهوش غير داتا وبورت نمبر، تمام؟ وبعدين نعمل المود بورتس اللي اتفقنا عليها المره اللي فاتت. في مود بورت هسميها تيست بنش، دي بتاعت التيست بنش، اللي هي التيست بنش هو اللي هيجنريت قيم الداتا والبورت وهيبعتها للديزاين. ففي هنا مود بورت هسميها تي بي، بيبقى فيها الانبوتس بتاعتي الاوتبوتس بتاعتي انا اسف اللي هي الداتا والبورت والكلوك دي جايه له من بره، يبقى انبوت كلوك. فدي المود بورت الاولانيه. المود بورت الثانيه اللي انا هستخدمها مع الديزاين بيبقى فيها سميها مثلا اي حاجه، نسميها دي او تي اللي هي ديزاين ديفايس اندر تيست او ديفايس اندر ديزاين اندر تيست. دي اللي خارج من التيست بنش هو اللي هيخش عليها وبالتالي داخل لها الداتا وال بورت. دي الانترفيس بتاعتي، هن اند انترفيس. تمام كده؟ تعالوا نسمي الفايل ده اي حاجه عشان ما يضيعش مننا، نسميه مثلا ليكتشر اي حاجه. النهارده كام؟ 17. مش عامل لوجن اساسا. طيب طيب ده الديزاين او الانترفيس بتاعتي. اوكي وبعدين الديزاين نفسه بقى تعالوا نكتبه الناحيه دي. ديزاين اوبسوليت، مش هكتب فيه اي ديتيلز، بس لازم نكتب موديول نسميه باص، يبقى الديزاين بتاعنا اسمه باص. اوكي بباصيله الانترفيس النسخه بتاعته اللي هي الدات، يبقى باص اي اف سي دوت دوت. تمام كده؟ طيب ونسمي النسخه دي من الانترفيس اللي انا هستخدمها جوه الديزاين، هسميها مثلا اي بي سي، اي حاجه اي بي سي. اوكي هنا مش هكتب حاجه، ده يعني الديزاين انا هسيبه فاضي، انا بس عاوز ابعت له الداتا والبورت. فهنا مفيش اي حاجه خالص هتتكتب.
انا هنا مش يعني الديزاين مش مهم بالنسبه لي، انا عاوز اديكم بس حته الكفرج وشغال ازاي، فالديتيلز بتاع الديزاين مش هخش فيها. طب كتبنا الانترفيس وكتبنا الديزاين، تعالوا نكتب التست بنش. التست بتاعي بما ان ده تيست بنش هبصيله نسخه من الانترفيس اللي هي كان اسمها بس اي اف سي دوت، النسخه بتاعتي كان اسمها تيست بنش كان اسمها تي بي اوكي اللي تبع المود بورت دي، ونسمي دي سميها اي حاجه سميها اكس واي زد. نكتب ايه بقى في الموديول ده؟ تعالوا اول حاجه عاوز اعمل جنريشن لراندوم نمبر. انا دلوقتي هرن راندوم تيستينج ورن شويه واشوف يا ترى انا جربت كل البورتس ولا لا. اوكي يبقى الهدف بتاعي هنا في الكفرج ايه؟ ان انا اعدي على الثمانيه ديفرنت بورتس. انا عندي البورت فيلد ده 3 بيت، قلت لي عندي بورت نمبر 0 و1 و2 و3 لحد نمبر 7، فانا هرن شويه تيستس راندوم وشوف يا ترى انا جربت كل ارقام البورتس ولا لا. فتعالوا ازاي بنجنريت راندوم نمبرز. في طرق كتيره. اول طريقه ان احنا بنستخدم كلاس ونحط جوه الكلاس ده راندوم فاريبلز. ازاي؟ تعالوا نشوف. هنعمل كلاس هنا نسميه اي حاجه، نسميه ايه؟ حد يقترح عليا اسم نسمي الكلاس ده ايه؟ محدش عنده اقتراحات؟ راندوم نعم ار ان دي نسميه ايه؟ ار ان عاوز تسميه ما سمعتش راند ار ان دي عادي يعني، دي ستاندرد وورد فمش عاوز استخدمها. عاوز استخدم كلمه اسمي اي حاجه قول اي اس دي. اي اس دي اي اس دي خلاص اسمع كلامك ماشي. اي اس دي بس احسن يبقى معبر عن الفانكشن بتاعته. ما هو عشوائي اهو. طيب عشوائي خلاص اي اس دي ماشي. يبقى انا عملت كلاس سميته اي اس دي، احط فيه ايه بقى؟ هنحط فاريبل اللي هو 32 بيت، اللي هو المفروض الفاريبل ده اللي هدخله على الداتا يعني، فهسميه دي اوكي. بس ده مش فاريبل طبيعي، الفاريبل ده انا عاوزه راندوم فاريبل، فبنحط قبليه كلمه راند. تمام. يبقى تاني انا بعرف فاريبل اسمه دي مكون من 32 بيت ولكن مش فاريبل طبيعي، ده بحط قبليه كلمه راند علشان بعد كده اخلي الكلاس ده يجنريت راندوم فاليوز للدي. نفس الحكايه هنعرف برده الثلاثة بيتس بتوعنا اللي هم من 2 ل 0 وهنسميها بي اللي هي فور بورت يعني بورت نمبر. اوكي يبقى الكلاس ده هيعمل لي ايه؟ هيجنريت لي ارقام اسمهم دي وبي، والارقام دي راندوم. هنشوف بقى ازاي نخليه يجنريتهم راندوم. تمام. وهنند الكلاس خلاص، مش عاوزين حاجه تاني منه. طيب دي اول حاجه عملناها في الموديول بتاع التستر. تمام. احنا حطينا الحاجه اللي بتجنريت راندوم فاليوز. بعد كده عاوزين ناخد اوبجكت من هذا الكلاس. انتوا عارفين طبعا كلكم اوبجكت اورينتد بروجرامنج، ولا في حد ما يعرفش؟ انا بعرف الكلاس وبعدين باخد منه اوبجكت، يعني باخد نسخه منه. اوكي فهناخد نسخه من الكلاس ده. الكلاس ده كان اسمه اي اس دي، ناخد نسخه اسميها اي حاجه تي ار مثلا، ترانزاكشن فور ترانزاكشن. يبقى انا عندي اوبجكت اسمه تي ار اللي هو جواه الحاجات دي كلها. معايا كده؟ في حد مش فاهم احنا بنعمل ايه؟ الحاجة الجديدة بقى، احنا عاوزين الهدف من التيست ده انه يعمل لي كفرج. طيب فانا بقول للسيميوليتور بتاعي ان انا عندي حاجة عاوز اقيسها اشوف انا غطيت كل احتمالاتها ولا لا. اوكي الحاجة دي بنسميها كفر بوينت. طب انا عاوز اقيس مين؟ انا عاوز اعمل تيست واتاكد ان انا عديت على كل انواع البورتس بتاعتي، فعاوز اتاكد ان البي طلعت لي كل القيم من 0 ل 7. نعملها ازاي؟ هنعرف حاجه اسمها كفر بوينت. اوكي ايه اللي انا عاوز اقيسه؟ عاوز اقيس البي. طب البي دي جايه لي منين؟ جايه لي من الكلاس. الكلاس ده اسمه ايه؟ اسمه تي ار. الاوبجكت يعني اللي انا واخده من الكلاس اسمه تي ار، يبقى تي ار دوت بي. مفهوم احنا عملنا ايه هنا دلوقتي ولا مش مفهوم؟ حد مش فاهم السنتكس اللي احنا كاتبينه ده معناه ايه؟ طيب احنا عملنا كلاس، والكلاس ده خدت منه اوبجكت اسمه تي ار، وانا بستخدم الداتا ممبر بتاعه اللي اسمه كي، وخليت ده الكفر بوينت، يعني دي الحاجه اللي انا عاوز اقيس الكفرج بتاعتها. معايا؟
الكفر بوينت دي ما بتتحطش كده لوحدها، يعني ما ينفعش حاجه اكتبها هنا كده زي ما احنا كاتبينها، دي بتتحط جوه حاجه اسمها كفر جروب، فلازم دي تتحط جوه كفر جروب. ففي حاجه اسمها كفر جروب لازم نكتبها، يبقى انا بعرف جروب ونسميها اي اسم، نسميها اي حاجه، سميها كف مثلا بورت، يبقى انا عملت كفر جروب واديتها اسم من عندي، وبقول ان الكفر جروب دي فيها كفر بوينت اسمها كذا. ممكن جوه الكفر جروب يبقى فيه اكتر من كفر بوينت، ممكن اجمع ثلاثة اربع حاجات انا عاوز اقيس الكفرج بتاعتهم، نجمعهم كلهم جوه الجروب. انا هنا ما عنديش غير حاجه واحده فبحطها جوه الجروب، وبعدين بنيجي طبعا نقول اند جروب. دكتور، هو كفر بوينت دي هتكفر كل ال كل الفاليوز اللي ممكن ياخدها يعني على حسب عدد البيتس بتاعته؟ لا، الكفر بوينت هو اسم الحاجه اللي انا عاوز اقيس الكفرج بتاعتها. انا عايز اقيس هل انا غطيت كل احتمالات البي ولا لا، فانا عاوز اقيس مين؟ عاوز اقيس البي، اشوفها بقت بكام، مره بزيرو، مره بواحد، مره بثلاثه، مره بسبعه، فانا عاوز اقيس البي. فالحاجه اللي انا بقيسها اسمها كفر بوينت. تمام تمام طيب. يبقى احنا عملنا ايه لحد دلوقتي؟ احنا جينا ادي المديول التست بتاعنا اهو، عرفنا فيه كلاس عشان جنريت راندوم نمبرز، اوكي، وبعدين عملت كفر جروب حطيت فيها كفر بوينت، يعني الحاجه اللي انا عاوزين نقيسها عشان نتاكد ان احنا عملنا كفرج ليها ولا لا. خلاص كده. طيب معلش يا دكتور، قول. هو انا دلوقتي بعمل كفر بوينت سميتها بي، او سميتها بي، بقول له كفر بوينت البي ليفل كلاس اس دي راندوم. هو انا مش متفق كفر يعني فانكشن او سطور كود، ايه علاقه البي بالموضوع؟ البي دي فاليو، انت عاوز تتاكد ان انت الجنريشن بتاعك عدى على كل الفاليوز. يعني مثلا لو احنا بنتكلم على الكاونتر مثلا، عاوز اتاكد ان الام ار مره كان بزيرو ومره كان بواحد، فالماستر ريسيت مثلا في الاكزامبل بتاع الكاونتر، انا عاوز اتاكد ان انا كفرت الفاليو 0 و1، اتاكد ان انا مره عملت ريسيت ومره ما عملتش ريسيت. هنا برده انا بتست الباس، فعاوز اتاكد ان الباس بيشتغل صح مع كل قيم البورتس اللي بتتبعت له، انا عاوز اتاكد ان البي دي خدت كل الفاليوز اللي انا اوف انترست بالنسبه لي. تمام. ولو الحاجة زي كده برقم كبير زي دي، هتبقى 31 بتاية او 32 بتاية، ده حاجة يعني تست كل الارقام دي؟ لا اكيد مش هنتست كل الارقام دي، بنقيس بنسميها الكيسز المهمة بالنسبة لي، واحدة على الحرف الصغير، واحدة على الحرف الكبير، شوية values في النص. فبالنسبة للدي لو انا عاوز اقيسها، يعني صعب جدا ان احنا نعمل كفرج لكل الفاليوز بتاعتها، احنا بنكفر عدد محدود. في الحاله دي بنحط، هنشوفها قدام شويه، حاجه اسمها كونسترينت راندوم تيست، بس ما بسيبهاش بيور راندوم، راندوم بس بحط عليها شويه قيود عشان تجنريت الفاليوز اوف انترست بالنسبه لي. طب ماشي. اخر حاجه، هو كفرج بوينت تي ار دوت بي، ده يعتبر بيتصنف تحت انهي واحده من الكفرج بتاعنا، فانكشن ولا كود؟ لا ده مش كود خالص، احنا بنتاكد ان احنا ده فانكشن، داخل تحت فانكشن كفرج تماما. فانكشن ده يعتبر انبوت لحاجه يعني. ما هو الانبوت ده لما يشتغل هيطلع لك اوتبوت، المفروض انت بقى في التست بلان بتاعتك زي ما قلنا شويه، انا لما ادخل الانبوت ده هحط اسيرشنز عشان اتاكد ان الاوتبوت طلع صح. فانا لو حطيت كل الفاليوز بتاعت البي والديزاين طلع صح في كل الاحتمالات، يبقى انا عملت كفرج للفانكشن اللي هي مسؤوله عنها تاخد البي وتتصرف مع او تاكت عليها يعني. تمام. طيب شكرا. يبقى تاني العفو عليه، احنا عرفنا كلاس وعرفنا كفر جروب، تمام، خدنا انستنس من الكلاس، زي ما باخد انستنس من الكلاس المفروض ناخد انستنس برضو من الكفر جروب، فالكفر جروب بتاعت اسمها كفر بورت هاخد منها انستنس. طيب يبقى تاني، طب هقول لك حاجه عشان برضو ما نلخبطكوش، اي اس دي جايز تكون تلخبطنا شويه، فمعلش هسمي الكلاس باسم يعبر عن فانكشناليتي بتاعته، مثلا راندوم جنريتور ار جن، مش كده احسن؟ مش كده؟ وزي ما سمينا الكفر جروب سميناها كفر بورت، يعني الاسم يبقى معبر عن الحاجه اللي احنا ايه بنستخدمها. فانا هنا سميت الكلاس راندوم جنريتور وسميت الكفر جروب دي سميتها كفر بورت. لازم ناخد انستنس برضو من الكفر بورت. طب فتعالوا نبدا بقى الايه التست بلان بتاعتنا. هنعمل انيشال بلوك، اوكي،
هناخد نسخه من الكفر جروب بتاعتي، ناخد منها انستنس سميها اي حاجه اكس واي زد، سميها اي حاجه تعجبك، خلي بالك اكس واي زد احنا عاملينها قبل كده. سميها اي حاجه، سميها تيست. لا احنا التست ده اسم الموديول، تست بس. اوكي ده تاني، احنا هنعمل ايه هنا؟ خدنا نسخه او خدنا اوبجكت من الكلاس اسمه تي ار، وهنا خدنا نسخه من الكفر جروب واسمها تيست بس. معايا كده؟ علشان استخدم هذه النسخ لازم نحجز لهم اماكن في الميموري، صح؟ عارفين الكلام ده ولا لا؟ انا هنا مجرد عرفت ان في اوبجكت من الكلاس اسمه تي ار، بس لسه ما تحجزلوش مكان في الميموري. فالحجز بتاع الاماكن في الميموري بتستخدم باستخدام حاجه اسمها نيو. فاحنا زي ما عملنا هنا الكفر بورت سميتها تيست باس، يبقى تيست باس دي لازم احجز لها مكان في الميموري، يبقى تيست باس بتساوي نيو. احنا كده خلاص حجزنا لها مكان في الميموري، والراجل اللي اسمه تي ار ده برضو لازم نحجز له مكان في الميموري، يبقى تي ار برضو بتساوي نيو. تمام، يبقى احنا كده ايه جاهزين بقى نشتغل ونستخدم الحاجات اللي احنا عرفناها دي كلها. معايا؟ عاوزين نعمل ايه؟ عاوزين نران التست شويه، هنرانه مثلا 8 مرات، هقول له ريبيت 8. دي لوب من اللوبس اللي موجوده في السيستم فيريبل زي الوايل لوب، زي الفور لوب، زي الحاجات دي. دي ريبيت، بقول له كرر الكود الاتي 8 مرات. هيعمل ايه؟ عاوزه يروح يجيب لي راندوم فاليوز للبي والدي. دي بنجيبها ازاي؟ اوكي، انا اوكي قلت ان في كلاس والحاجات دي نوعها راندوم، ازاي اخليها تطلع بالراندوم فاليوز بتاعتها؟ عن طريق الستيتمنت اللي هنكتبها دلوقتي. بنكتب assert ونكتب هنا اسم الكلاس بتاعي كان اسمه tr او الاوبجكت اللي انا واخده منه يعني. في ميثود متعرفه بيلت ان جوه هذا الكلاس، متعرفه جوه السيستم فيريبل اسمها randomize. عملت ايه الستيتمنت دي؟ الستيتمنت دي ما عملتش حاجه غير انها عملت راندومايزيشن للكلاس، يعني ايه؟ شافت الحاجات اللي مكتوب قبلها راندوم وادتها راندوم فاليوز من عندها. اوكي، يبقى اي حاجه مكتوب قدامها راندوم في هذا الكلاس لو جيت قلت له assert randomize هيجنريت راندوم فاليوز للحاجات اللي مكتوب قدامها راندوم. يبقى بعد هذه الستيتمنت انا معايا قيم للبي والدي راندوم فاليوز. معايا؟ طيب. بعد ما عملت جنريشن للبي والدي عاوز اروح ابص على البي بكام. مش احنا بنقول انا بعمل جنريشن راندوم فاليوز عشان اشوفهم بكام واشوف الكفرج بتاعي؟ طب مين اللي انا عاوز ابص عليه؟ عاوز ابص على الكفر بوينت اللي اسمها بي. اوكي، معايا؟ طيب ازاي هنبص عليه؟ بنقول هناخد سامبل من الكفر جروب دي، يعني بعد ما عملت راندومايزيشن هاخد سامبل. يعني ايه سامبل؟ يعني اروح ابص على قيم الحاجات اللي موجوده في الكفر جروب. طب الكفر جروب انا مسميها ايه عندي؟ مسميها تيست بس. يبقى انا هقول له تيست بس دوت سامبل. معناها ايه الكلام ده؟ معناها ان انا باخد سامبل من التيست بس. طب التيست بس دي كانت عباره عن ايه؟ التيست بس دي عباره عن كفر جروب ده. يبقى هاخد سامبل من كل الحاجات اللي موجوده جوه الكفر جروب، يبقى كانه هياخد لي سامبل من البي. اوكي؟ طيب السامبل دي برضو فانكشن بيلت ان مع اي كفر جروب، بتروح جايه موقفه كده وتبص القيم اللي جواها دي بكام. طيب وهنستنى شويه، لان خلي بالكوا اسوء حاجه في الدنيا انك تعمل لي لوب وزاوت ديلي. لوب وزاوت ديلي معناها ان السيميليتر يخش فيها مش هيخرج منها، ساعه ما يدخل مش هيخرج، فانا لازم اوقفه بعد شويه. طيب اوقفه ازاي؟ بقيت ستيتمنت اقول له استنى شويه لحد ما يجي لك ايدج، او لحد ما يحصل تشينج في الكلوك بتاعتك. طب الكلوك اسمها ايه؟ انا واخد انترفيس هي اسمها اكس واي زد، الاكس واي زد دي فيها كلوك اسمها كلوك، فيبقى اكس واي زد كلوك. يبقى هنا هنقول له استنى لحد ما يحصل اي ايفنت على الكلوك. الكلوك دي انا جايبها منين؟ جايبها من الانترفيس. طب الانترفيس كان اسمها ايه؟ اكس واي زد. تمام معايا كده؟ يبقى احنا عملنا ايه في اللوب دي؟ احنا هنلوب دي هنخش فيها 8 مرات
جنريت راندوم فاليوز وهنسامبل الكفر بوينتس اللي عندي وبعدين استنى شويه واروح اخش تاني. يبقى هيلف في اللوب دي 8 مرات. دكتور معلش سؤال، هو مش المفروض الاسيرت دي بتتشك على حاجه يعني؟ مش عشان اتلخبطت في الحته دي انا اسف. لا الاسيرشن اللي هي اللي احنا قلنا عليها الكونكرنت اسيرشنز اللي هي بتحط فيها كونديشن، او هو الاسيرت بيعمل ايه تاني؟ الاسيرت بيعمل ايه؟ الاسيرت فيه بتحط له بين قوسين حاجه بيروح يعملها ايفالويشن نشوفها صح ولا غلط. اوكي، فانا لما اقول له اسيرت تي ار راندومايز هيران الفانكشن اسمها راندومايز ويشوف اللي خارج منها. الفانكشن اي فانكشن بترنها بترجع لك حاجه. لو الفانكشن دي void، لو انتوا تعرفوا سي يعني او سي بلس بلس، لو الفانكشن دي void ما بترجعش، هي بترجع يا pass يا fail. فانت لما تقول له tr randomize المفروض يران randomize على الكلاس ده، ودايما بتpass الفانكشن دي بتعدي يعني وبتنجح، وبالتالي الassertion ده بيبقى true. يعني دي وسيله ان انا اكل الفانكشن اللي اسمها randomize مش اكتر بتاعت طب انا كان ينفع اعمل لها كل بره من غير assert، ولا لازم اعمل ده اتاكد ان هي نجحت في النهايه randomize؟ بنعملها بالاسيرت لان احيانا ما اعرفش السيميليتور بيخرف وبيفيل ان هو يعمل لك راندومايزيشن، فانت عاوز لو خرف يطلع من السيميليشن ويقف، يعني مجرد كوسيله للتحقق ان عمليه الراندومايزيشن نجحت مش اكتر. انت ممكن تعملها كل عادي من غير اسيرت وهتشتغل برضه، بس لو حصل فيلير في الراندومايزيشن يبقى انت عمال شغال على فاليوز ما هياش راندوم. انا بس كده متاكد انها عملت راندومايزيشن صح. تمام دكتور، شكرا حضرتك. طيب كده خلصنا، خلاص عملنا اللي احنا عاوزينه. يبقى احنا لما نران التست ده المفروض انه هيشتغل وهيعمل لي شويه حاجات ويطلع لي بعد كده ريبورت. تمام، تعالى الاند موديول حاجه مفتوح. الانيشال بلوك ده ما عملوش اند، اند اهو، وبعدين اند موديول. اوكي طيب احنا عملنا كل حاجة، عملنا التستر، عملنا الانترفيس، عملنا الديزاين، ما عملناش التوب موديول اللي بيربط الحاجات دي بقى بعدها. فتعالوا نكتب التوب موديول بتاعنا. دكتور ايوه، هو احنا ليه ما ينفعش نقدر نستخدم اللي هو الراندوم جنريتور اللي هو مثلا راندوم رينج مثلا او كده؟ ممكن ما يعني دي اول مره نعمل راندوم، فاحنا عملناها بالطريقه دي. قدام شويه هنشوف ديفرنت ويز ان احنا نجنريت راندوم نمبرز يعني. اوكي، يعني في اكتر من طريقه، فدي دي احدى الطرق المتاحه بالنسبه لنا. معايا؟ طيب تعالوا نعمل التوب موديول. التوب موديول ده اللي هيجنريت القيم بتاعه الكلوك، فبنعرف فيه الكلوك اهي و بنقول له انيشال. هنبدا الكلوك بزيرو في الاول، وبعدين عاوزين ان احنا نعمل forever loop. نخلي الكلوك كل خمسة، نخلي الكلوك بتساوي not clock، يبقى كل خمسة الكلوك هتقلب ما بين الصفر والواحد، معناه ان البيريود بتاعتنا 10. تمام، وهن اند. يبقى احنا كده عملنا جنريشن كلوك. تعالوا بقى نستدعي الانترفيس ونستدعي الديزاين ونستدعي التست. الانترفيس كان اسمها باس اي اف سي، يبقى هنستدعي الباس اي اف سي ونديها انترنال نيم، هنسميها يو 1 مثلا، ودي كان بيتبعت لها الكلوك. اوكي، وهنستدعي الديزاين. الديزاين بتاعنا كان اسمه باس، يبقى هنستدعي الباس هنسميه يو 2، وهنبعت له النسخه بتاعته من الانترفيس اللي هي u1.dot. معايا؟ وهنستدعي الديزاين التستر اللي هو كان اسمه تيست، وهنديها اسم u3، ونبعت له النسخه بتاعته من الانترفيس اللي هي u1.tb. اوكي، احنا كده ربطنا الحاجات مع بعض. اند موديول. تمام؟ طيب انا هران الديزاين ده، ومفروض انه بعد ما يخلص يطلع لي كفرج ريبورت، اشوف الريبورت. لكن
يعني انا تعمدت اكتبه بالشكل ده عشان لما رنه مش هيطلع حاجه، وهقول لكم هو مش بيطلع حاجه ليه. نسيف الاول ونرن ونشوف ايه اللي هيطلع منه. مش كنا اخترنا السيميليتور خلاص؟ نسيف الاول سيلكت فاليد تول عشان عملنا لوج ان، فالرن دو اختفى والحاجات دي كلها اختفت. اوكي صح عندك حق. طب فين السيميليتور بتاعنا؟ كويست سيم الران اوبشنز موجوده، بس عاوزين نعمل الران دو دو. ايه اللي حصل؟ اوبا اكسس فوربيدن، مش عارف ليه هو ساعات بيخرف كده. معلش راح فين اللي احنا كتبناه بقى؟ ان شاء الله اختفى. مش كنا عملنا له سيف باسم المحاضرة النهاردة؟ والله راح لي بقى، مش موجود. المفروض يطلع لي هنا فوق ولا انا مش انا كده لوجد ان؟ ايوه لوجد ان. اوكي ممكن اكتبه تاني بسرعه بس بدون شرح عشان ما ناخدش وقت. يعني خلاص انا شرحته لكم، انا ممكن اكتبه تاني للاسف، او هدور عليه بقى لو في نسخه قديمه منه موجوده اكتبه وخلاص. مش مشكله. في حد كان كاتبه تاب ورايا يبعته لي واخده كوبي بيست؟ Valid CSFF token was found on the request parameter. أول مرة تطلع لي المسج دي، ما أعرفش في إيه بقى عندهم. طب هجرب أحمل ديزاين من الجاهزين. غالبا في مشكله في السيرفر. هو حاسس ان في ران شغاله بالرغم ان مفيش ران. بيقول لي يو كان نوت ران مع بعض، بس هو اوريدي مفيش رن شغاله. طيب اخرج منه بره خالص. كده المفروض يكون شغال. طيب اوكي نوقف ونجيب الديزاين الثاني.
هناخد نفس الكلام ده اللي هو run minus all وcoverage report minus detail. هو بيجيت بعد كود في الشات، هل نعم؟ ده ايه؟ عبد المجيد بعد جزء من كود في الشات؟ بعت مين اللي بعته؟ حد بعتهم في الشات؟ طيب اوكي. جزء منه يعني. فين تشيك. طيب ده التوب موديول، ده التوب موديول. في حاجه تانية اتبعتت قبلها؟ مفيش. لا مفيش. يول توب كومبليت كلوك انيشال بيجين. عايزين نعمل انترفيس تاني. أو بعض الانترفيس الموديل. طيب اوكي الانترفيس مكتوبة بدل ما نكتبها. اوكي كنا خلصنا. اوكي طيب بعت كمان حاجه للتوب موديول اللي هو ما فيهوش حاجه اصلا. تمام اوكي فاضل التستر. حد كتب ولا كتبه من جديد؟ انا لسه بكتبه. اوكي بس اكتبه انا معاك بقى وخلاص. هنا انترفيس خلاص. وبعد كده نجيب التست.
ممكن اخر 4 سطور هاك تاخدهم كوبي، طيب اوكي حرفيا اخر 3 انت يعني. اللي هو فين انت كده؟ انا تقريبا خلصت خلاص ولا ايه؟ اوكي خلص. طيب خلاص احنا خلصنا ماشي. طيب هنا هن انت، هنا هن انت، واخر حاجه انت موديول. تمام كده. طيب نسيف بقى قبل ما يحصل حاجه. تمام السيميوليتر بتاعنا كويستا سيم. اوكي خلاص مظبوط كل حاجه مظبوطه. طب تعالوا نعمل ران دلوقتي ونشوف هيحصل ايه. ممكن نكون احنا بنكتب بسرعه غلطنا بس هيبان دلوقتي برضو. طيب محدش قال لي احنا ليه ما عملناش حاجه تاند بيها السيميليشن. السيميليشن ده هيران لحد امتى؟ خلي بالكم احنا عندنا مشكله. ايه هي المشكله؟ ان في التوب موديول انت عندك فوريفر لوب، دي شغاله فوريفر بعدها السيميليشن والنيفر اند، لان انت مش حاطط له فينش في اي حته في الكود بتاعك صح. احنا قلنا كل الموديولز دي شغاله امبارل مع بعض. فالموديول بتاع التستر اوكي هيران ويخلص الثمانيه دول ويوصل للاند، انما ده دخل في الفوريفر لوب مش هيخلص، فلازم في مكان ما يقول له الحق يا تبقى لك كتير خلص. احنا عاوزين نخلص امتى؟ عاوزين نخلص بعد الريبيت دي مش كده؟ تمام؟ اه يبقى هنجرب نحط له فينش هنا ونشوف هيحصل ايه. معايا كده؟ عشان كده وقع يران ودخل في اند لوب وقال لي ايه؟ يعني ما اعرفش بقى المفروض يقول لي تايم ايرور او حاجه زي كده. المهم يبدو ان السيرفر برضو يعني في مشكله ما، ف اوكي وعمل سيف بس مش عاوز يران. فعاوز اقول لكم بس حاجه، انت دايما لازم في الديزاين بتاعك تحط حاجه تفنش بيها الايه السيميليشن، والا ممكن يران على طول وما يخلصش. از براكتيكال نوت احنا شايفين هنا انا حطيت له فينش. الفينش عندها مشكله. الفينش لما بتقول له فينش بيخلص السيميليشن وبيطلع من غير ما يران الحاجه اللي انا معلم له عليها علامه صح دي، فمش هيطلع لي كفرج ريبورت. انا نفسي اشتغل عشان اوريها لكم بعينيكم. شايف برضو السيل ان في اكتر من حاجه بتران، مع ان هي حاجه واحده بس وما فيش هنا اي حاجه. دكتور معلش في حضرتك تقول لي تاني سطر 29 و30 اقصد بيهم ايه؟ سطر 29 و30 اللي هم دول ايه؟ هنا هنخش في لوب نكررها 8 مرات. ايه اللوب دي بيحصل فيها ايه؟ اول حاجه براندومايز. يعني ايه براندومايز؟ يعني بجنريت راندوم فاليوز للحاجات اللي مكتوب قدامها كلمه راند. هنا تروح جنريت راندوم فاليوز للديول بي. اوكي طيب بعد ما عملت راندومايزيشن عاوز اسامبل، اشوف اسامبل ايه؟ اسامبل الحاجات اللي موجوده في الكفر جروب. اسامبل دي عشان اشوف قيمتها بكام. تمام؟ يبقى دي اللي هي الفانكشن اسمها سامبل، بتروح تبص على الحاجات اللي مكتوبه او الكفر بوينتس اللي مكتوبه هنا وتجيب لي قيمها. خلاص كده؟ المفروض بعد ما يخلص اللوب يرجع ويبدا تاني، بس احنا عاوزين نحط ما بين كل لفه ولفه نحط ديلي يستنى كلوك ايدج عشان يطلع. اوكي؟ فاحنا حطينا له هنا بنقول له ويت، ادي يعني معناها ويت، ويت لحد ما حاجه تحصل على الكلوك. لما الكلوك تتغير قيمتها ارجع وخش في الايه في الريبيت تاني. هو بيلفف دي 8 مرات بس ما بين كل مره والتانيه بيستنى يحصل ايفنت على الكلوك. تمام شكرا. اتمنى ان البتاعه دي تشتغل. وانا ما اقدرش يا دكتور استخدم الهاش هاش بره الاسيرشن صح؟ لا الهاش هاش دي بتستخدم جوه الامبليكيشن اوبريتور بتاعت الاسيرشن.
تمام، هو في حاجه رنت اهو. طيب هل في، لما تيجي نبص على الريبورت اللي طالع ده، هل في اي حاجه لها علاقه بالكفرج؟ مفيش، واضح في سينتاكس ايرور. في هنا نير اند سينتاكس ايرور سطر 8 في التست بنش، سطر 8 هنا عملنا انترفيس والستيتمنت سيمي كولون سيمي كولون مضبوط مضبوط. اند انترفيس دي كلمه واحده. هل في اي حاجه لها علاقه بالكفرج طلعت في حاجه غلط هنا برضو؟ سطر 11 نير كلاس ان اكسبكتد كلاس اكسبكتنج سيمي كولون، سطر 11 في التست بنش هنا، في سيمي كولون هنا كان لازم تتحط بس كده. سيف ونرن تاني. تمام، رن وخلص وعمل فينش. هل في اي حاجه طالعه هنا بتقول لك في كفرج كام، ولا في اي حاجه لها علاقه بالكفرج؟ مفيش. ليه بقى؟ بتبقى انت عاوز ترن حاجه بعد السيميليشن ما يخلص، زي الفايل اللي احنا مسميينه ران دوت دو. ده كلمه فينش بتوقف السيميليتور ايميديتلي، ما تخلوش يعمل اي حاجه بعديها. وهو دخل هنا خلص فينش خلاص، ما عملش بقى الايه الحاجات التانية اللي المفروض يعملها، ان هو يران الفايل ده. طب ازاي نوقف السيميليشن من غير ما اكتب فينش؟ هنعملها بحاجه زي فلاج. في فلاج كده في الاول هيبقى نخليه مثلا بزيرو، ولما اخلص اخلي الفلاج بواحد، وانا هروح ابص على الفلاج ده. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. هو السيميليشن بيخلص من حاجتين، يا اما يلاقي كلمه فينش اكسبليسيت موجوده، يا اما ما يبقاش فيه فاريبلز بتتغير، ما يبقاش فيه سيجنال عماله تتغير كل شويه. هنلعب في دي شوية. هنيجي هنا فوق وهنعرف الفلاج بتاعنا اللي هو هسميه running. يبقى هعرف بيت كده هسميه running، ونديله initial value بواحد. يبقى انا عملت declaration لحاجة اسمها running واديتها initial value. اوكي، دي حاجة global كده كل الموديول شايفها. وبعدين هكتب التست بتاعي عادي خالص. وبعد ما اخلص، بدل ما اقول له فينش هنا، بدل كلمه فينش اللي هتوقف لي الدنيا خالص ومش هتخليه يعمل حاجه، هنزل الفلاج اقول له راننج هنا بتساوي زيرو. اوكي، طيب يبقى كده اوكي هيشتغل، بس برده شغال فور ايفر لان عندي الفور ايفر لوب دي. فبدل ما نخليها فور ايفر لوب، هخليها لوب متوقفه على الفلاج اللي اسمه راننج ده. يعني ايه؟ يعني هنا بدل ما نخليها فور ايفر لوب، هخليها وايل لوب. اقول له وايل running بتساوي واحد. يبقى طول ما الرننج بواحد هيجنريت الكلوك بتاعتي، هيستنى خمسه وبعدين يجنريت الكلوك. اهي خلاص كده، بس كده. ممكن عشان برضو يبقى تمام. يبقى احنا عملنا فلاج اسمه running، ده في الاول initially بواحد، وطول ما هو بواحد الكلوك عماله جنريتد، وبالتالي في سيجنالز بتتغير فالسيميليتور هيفضل شغال. بعد ما اخلص اللي انا عايزه، بنزل الفلاج ده بزيرو، وبالتالي مش هيبقى فيه كلوكس بتجنريتد، فالسيميليتور هيخلص على الشكل ده ويقف. تعالوا نران بالشكل الجديد ونشوف هيحصل ايه المره دي. يبقى دي براكتيكال نوت لازم تاخدوا بالكم منها، مش مكتوبه في اي كتاب، بس يعني في ناس كتيره بتقعد تكتب الكلام ده وتقول مفيش كفرج ريبورت بيطلع. ليه؟ لان انت عملت فينش بطريقه مش صح. فينش، كلمه فينش دي بتوقف كل حاجه وما بيكملش اي حاجه بعديها. لما يخرج من الديزاين من غير فينش بيطلع بشكل افضل. يعني دكتور، طب سؤال، هو لو احنا استخدمنا حاجه زي ستوب اظن ما بتنهيش السيميليشن برضه، هي مش هيعمل كفرج؟ تجربها يعني، انا ما جربتهاش. تمام، اظن الفاريبل جلوبال في التست بنش بس مش في الديزاين كمان. ثواني كده. هو شايف الناحيه دي مش شايف الناحيه الثانيه. طب اقول لك مؤقتا بس عشان ايه ما نقعدش نتعب نفسنا. هقول لكم الدوك هو ينفع نعمل له اكستند زي السي ولا مفيش اكستند هنا؟
لا في حاجة اسمها include، بس يعني خلينا حطيتهم كلهم مع بعض عشان ايه يبقوا كلهم في نفس الدومين. خلاص هو شايف اوكي، انا نقلتهم كلهم في تاب واحده علشان يبقوا كلهم يعني لو في جلوبال فاريبلز يبقى كل شايف. اوكي طب اقعد اعرف مرتين تاني. تمام اه حلو بقى. بصوا هنا طلع ايه بعد ما خلص سيميليشن، هو السيميليشن عادي اهو، السيميليشن كان زمان بيخلص هنا وخلاص، هو بيقول لي خلصت سيميليشن مفيش وردي مفيش بتاع. المره دي بعد ما خلص سيميليشن كتب لي شويه حاجات، ايه بقى الحاجات اللي كتبها؟ تعالى نشوف. عمل راننج للران دوت دو اهو، طلع لي كفرج ريبورت. كفرج ريبورت فيه ايه بقى؟ تعالوا نبص عليه حته حته. ادي الكفر جروب بتاعتنا كان اسمها كاف بوينت. اوكي هو لما بيبقى في عندك كفر بوينت، الكفر بوينت دي بتاخد 8 فاليوز، هو بيجنريت زي عارفين الصناديق الزباله كده تراش بينز، بيجنريت بينز اوكي او يعني باسكتس كده كتيره بتبقى موجوده عنده. كام باسكت بيجنريت اوتوماتيكلي؟ بيجنريت عدد من الباسكتس يساوي عدد البوسيبل فاليوز بتاعت الفاريبل بتاعي. فانا الفاريبل اللي انا كفر بوينت بتاعتي 3 بيتس فليها 8 ديفرنت فاليو، هو بيجنريت 8 بينز. اوكي ففي عندي بينز، حاجه اسمها بينز او باسكتس تبقى جنريتد. كل ما القيمه واحد تحصل هيروح يرمي توكن او هيرمي حاجه جوه الباسكت الاولاني نمره واحد، لو الفاليو كانت 5 هيروح يرمي حاجه جوه الباسكت نمره 5، وفي الاخر بيشوف هل الباسكتس كلها اتملت ولا لا. لو الباسكتس اتملت او البينز دي اتملت معناها ان هو عمل كفرج لكل حاجه. تعال نشوف ايه اللي حصل هنا. انا عندي الكفر بورت بتاعتي كان فيها كفر بوينت واحده اسمها بي، والبي دي كانت لها 8 فاليوز، يعني معناها عندي 8 بينز. اوكي فالجول بتاعنا ان احنا نملى ال 8 بينز. هل اتملوا كلهم؟ لا، ده اتملى 6 منهم بس، وبالتالي بيقول لك كفرد 6 من ال 8. تمام؟ في missing two bins مش covered، يبقى في two values من الثمانية values المفروض يبقوا generated، الراندوم نمبر ما جابهمش، الراندوم نمبر generated ما جابهمش، وبالتالي في ده عندي two bins فاضيين. اوكي فاهمين دي؟ يبقى تاني اي variable بتحطه as a cover point بيتخلق له bins، شوية baskets كده فاضيين، وبعدين اثناء الرننج كل ما value تبقى generated يروح يحط حاجة جوه الباسكت، value تاني generated يحط حاجة جوه الباسكت بتاعها. نمرة 5 جنريتد هيحط حاجة في الباسكت نمرة 5، نمرة 7 هيحط حاجة في الباسكت نمرة 7، وبعد ما يخلص بيشوف الباسكتس دي هل كلها اتملت؟ لا مش كلها اتملت، ده في شوية ما اتملوش. اوكي؟ فتعالوا نشوف هنا بقى الديتيلز أكتر، وأدي الباسكتس اللي اتبنت اهي، في البين اسمه أوتو زيرو، ليه سماه أوتو؟ لأن هو أوتوماتيكال جنريتد مش أنا اللي خلقه. يبقى الباسكت ده هو السيميليتور اللي عمله فسماه أوتو. يبقى في باسكت اسمه أوتو زيرو، باسكت اسمه أوتو 1 2 3 لحد نمرة 7. هل الباسكتس دي كلها اتحط فيهم حاجة؟ لا، هلاقي الباسكت نمره 0 اتحط فيها حاجتين، الباسكت نمره 1 اتحط فيها حاجه، يبقى معناها الفاليو 0 الراندوم نمبر طلعها لي مرتين، نمره 1 طلعت لي مرتين برضو، نمره 2 ما طلعتش الراندوم نمبر ما جابهاش، نمره 3 طلعت مره، نمره 4 ما طلعتش، نمره 5 طلعت، 6 طلعت، 7 طلعت. يبقى دي الباسكت فيها كام مره اتملت؟ باسكت نمبر 0 اتملت مرتين، ونمره 1 اتملت مرتين، ودي مره واحده ودي مره واحده، وفي باسكتس ما اتملتش خالص. اوكي طيب يبقى احنا عاملين كفرج قد ايه؟ احنا غطينا 6 فاليوز من الثمانيه، يبقى الكفرج بتاعي 6 على 8 اللي هي 75%. فبيطلع لي كفرج ريبورت يقول لي 75%. وفي تفاصيل كتيره كاتبينها، لكن في النهايه احنا بنبص على الحاجات اللي هي تهمنا، ان احنا عندنا حققنا بالنسبه للكفر جروب دي انا كام في المية كفرج. لو عاوز تشوف التفاصيل هتنزل تشوف مين البينز اللي اتملت ومين البينز الفاضي. اوكي طيب يبقى انت عملت ايه؟ انت ما حددتش فاليوز معينه تبقى جنريتد، انا خليت الراندوم نمبر هو اللي يعمل لهم جنريشن، وقلت له ران 8 مرات. طب هل اقدر اوصل ل 100% كفرج؟
طب تعالوا نطول زمن الرانينج شويه، بدل ما ران 8 مرات طب ما ران 10 مرات، جايز في ال 10 مرات دول اقدر املا ال 8 بينز بتوعي. اوكي نران هنا تاني، برضه مش عاوز يبان، معلش نجرب تاني. ستوب نرن من جديد. عمره ما بيعمل الحركات دي غير في وقت المحاضرة، مش عارف ليه، انا بشغل لوحدي عمره ما بيطلع لي المشاكل دي كلها. يمكن عشان الصبح اللود عليه عليه ولا حاجة، جايز الصبح بيبقى اللود علي، انا بشتغل عامة لوحدي بالليل فبتبقى الدنيا فاضية خالص. مش مشكلة، خلينا صبورين شوية. دكتور دكتور ايوه اشتغلت لسه؟ انا كان عندي سؤال. اتفضل. وانا كنت مستغرب ازاي احنا ما ربطناش السيجنالز اللي هي مثلا لما كنا بنعمل انترفيس كنا دايما مثلا ايه لما نجيب مثلا في التست بنش نقول مثلا التابل دوت السيجنال المعينه، فاحنا هنا عملناش كده. انت مجرد ما عرفت، انت عرفت الانترفيس فيها كل حاجه وبعدين بسيط نسخه من الانترفيس. يعني انا لما اجي اعرف هنا سواء الباص نفسه او ادي التست بنش اهو، انا بعت له نسخه من الانترفيس وبعت له النسخه اللي هي بتاعته اللي هي المود بورت بتاعتها اللي هي تي بي عشان اعرفه مين انبوت ومين اوت. فانا هنا اوريدي خلاص بعت للموديول تيست، بعت له الانترفيس فهو عارف ان في حاجه اسمها داتا وعارف ان في حاجه اسمها بورت، اوريدي خلاص اتربطت معايا. هل ده سؤالك ولا قصدك حاجه تانية؟ اه تمام، هو عارفهم بس احنا مثلا ما قلناش اي اف سي دوت داتا دوت بورت. اه اوكي، ده بقول لك يعني المفروض يعني لو احنا عاملين في التوب في ال يعني احنا هنا عملنا مجرد جينيريشن للدي والبي وانا بتفرج على الدي والبي. انا هنا ما بعتش، ما قلتش ان الداتا هتساوي الدي والبورت هتساوي البي. مش مهمه بالنسبه لي ان انا مش مهمه ابص الديزاين دلوقتي شغال ازاي، انا عاوز بس اشوف هل انا جينيريتد الفاليوز اللي المفروض اعملها جينيريشن ولا لا. طبعا لو انت عاوز ابعت دول للديزاين كان لازم نقول له الداتا هي البي والداتا هي الدي والبورت هي البي. يعني كان لازم في ستيتمنت هنا في مكان ما تقول له ان الـ IFC.data بتساوي الـ D والـ IFC.port بتساوي الـ P. بما ان انا عامل الديزاين فاضي فمش محتاج ان انا ابعتهم له، عشان كده ما كتبتهمش يعني. اه تمام فهمت. أه؟ طب
طب هو في التست بنش برضو فوق لما عملنا اللي هو المود بورت ليه بعتنا له كلوك مع ان لان احنا الكلوك دي ما هياش متعرفه جوه الانترفيس، دي جايه للانترفيس من بره. انت قصدك ليه هنا بعتنا له كلوك للتست بنش؟ اه بالظبط، ما عملناهاش المره اللي فاتت كده، مجايز ما كناش محتاجينها في حاجه. يعني انا لو مش محتاج جوه التست بنش محتاج الكلوك ما كنتش هبعتها. لا احنا ساعتها عرفناها في التوب موديول وبعدين وكنا بنحتاجها في التست بنش يعني. ابقى ابص عليها تاني، انا لا اذكر ان احنا كنا محتاجينها. لو كنا محتاجينها كان لازم نبعتها، لان لو بص هنا يعني انت الكلوك دي بتبقى حاجه جايه لك اكسترنال، مش جايه مش جنريتد جوه الانترفيس. بص الرسمه دي جايه من بره وداخله على الانترفيس، فلو اي واحد من دول عاوز استعملها لازم احطها في المود بورت اللي هتحتاجها. يعني لو انا محتاجها في التست بنش هحطها في المود بورت بتاع التست بنش، لو محتاجها هنا هحطها في المود بورت بتاع الديزاين. طالما هي جايه من بره ما هيش متعرفه جوه الانترفيس از بارت منها يعني. يعني احنا هنا مش حاطينها جوه المود بورتس في السلايد دي. فين السلايد اللي كنا جايبينها حالا دلوقتي ولا السلايد الجديده؟ السلايد اللي حضرتك جايبها دي. في السلايد هنا انا مش حاططها جوه المود بورت صح؟ انا هنا عامل الاوتبوت انبوت بس، وهنا عامل الانبوت والاوتبوت بس. وبعدين الاستخدامات هنا بقى في التست موديول بتاع التست انا ما احتاجتش الكلوك في حاجه. هنا ما فيش كلوك خالص داخله معايا، وبالتالي ما بعتهالوش، مش محتاج ان انا ابعتها له. لو كنت هنا محتاج الكلوك كان لازم ابعتها له في المود بورت بتاعه الدرايفر. تمام. بالنسبه للديزاين احنا هنا محتاجين الكلوك، فانا قلت واي دوت كلوك. انت قصدك ليه كتبناها هنا وما اكتفيناش بانها مكتوبه فوق؟ ده سؤالك. ايوه بالظبط، كان ممكن نعملها كده برضه ما كانش هيحصل حاجه. اوكي، يعني هنا عارفينها كلوك هنا فوق انها انبوت للانترفيس، وهنا انا مستخدمها بالرغم ان انا ما بعتهاش هنا في الداتا. تمام كده؟ تمام كده مظبوط ماشي. بس خلي بالك من حاجه بقى، انا هنا في الموديول ده انا بعت له انهي انترفيس؟ الجنرال. يعني مش مرتبه. لو كنت باعت له المود بورت بتاعته كان لازم احط له فيها الكلوك بتاعته. فهمتني؟ انا هنا بعت له كبيره، ما حددتلوش بقى ايه انهي فيرجن منها. لكن لو كان في فيرجن معينه لازم احط الكلوك معاه، لازم تحط له فيها الكلوك، لان هي ما هيش جزء من الانترفيس، دي حاجه جايه لها من بره. فهمت قصدي؟ تمام. لو ما حطيتهاش في المود بورت مش هيشوفها. لو انا باعت له المود بورت، انما لو باعت له جنرال انترفيس هو شافها خلاص. نرجع بقى للبتاع بتاعنا ده نشوفه مش راضي يشتغل ليه، يا رب يشتغل عشان نقفل المحاضرة على كده النهارده. نعمل آخر محاولة، لو ما اشتغلش هوريها لكم النتيجة على السلايدز وانتوا جربوها مع نفسكم. الهدف اللي أنا عاوز أقوله إيه؟ إحنا عملنا راننج للتيست بنش بتاعي 8 مرات ما عمليش كفرج 100%، فإيه الحل؟ طول السيميليشن شويه، بدل ما يران 8 خليه يران 10، خليه يران 20، خليه يران 30، بحيث لحد ما يطلع لك الكفرج اللي انت عاوزه. اوكي، فتعالوا نشوف هنا، ادي بعد ما عملنا الرننج ده اللي شفناه بعينينا، ان هو فعلا لما رنيت 8 مرات الراندوم نمبر جنريتور عمل جنريشن ل 8 فاليوز، بس في فاليوز ريبيتد، وبالتالي في حاجات ما ظهرتش. زي ما قلنا هنا الزيرو اتكرر مرتين والواحد اتكرر مرتين، وده جاي على حساب ان هو ما طلعليش الاثنين ولا التالت. طب نجرب نرن 10، جايز لو رنينا 10 مرات يملى لي دول، وجايز برده ما يملاهمش، جايز يريبيت فاليوز من اللي كانت اوريدي جنريتد ويفضلوا دول فاضيين. احنا بنفضل نطول زمن السيميليشن لحد ما اوصل لل 100% كفرج اللي احنا عاوزينه. تمام؟ اوكي؟ دكتور، هو في السلايدز طلع نفس الاوتبوت بالظبط اللي طلع في السيميليشن، فده معناه ان دايما لما الرن 8 يطلع نفس الاوتبوت، يعني هو كان السيد ثابت دايما. لان السيد احنا ما حددناهاش وسبنا له الديفولت فاليو بتاعتها، فكل مره هترن هيجنريت نفس الراندوم فاليو، نفس الراندوم فاليوز. لكن لو عاوزين مع كل رن
يجنريت راندوم نمبرز مختلفه، بنغير حاجه اسمها السيد وهنشوف دي هنعملها ازاي بعدين. تمام. يعني البذره اللي بتتزرع في الراندوم نمبر جنريتور عشان يبدا يجنريت ارقام راندوم. لو انت ما حددتلوش انهي بذره هتبدا منها، هو عنده واحده ديفولت بيبدا بيها، فمع كل ران هيجنريت نفس البذره. ودي احيانا بتكون مفيده في الديباجينج، ان انت عاوز تران فظهر لك ايرور فصلحت الديزاين، عاوز ران بنفس الفاليوز اللي كانت ظهر لي الايرور فيها قبل كده. فاهم قصدي؟ يعني انا مثلا رنيت النهارده فطلع لي 0 ومش عارف كام، ما طلعليش لا 2 ولا 3، اوكي، لكن طلع لي كل الفاليوز الثانيه. طب نفترض ان كان في باج في الديزاين بتاعي، هروح اصلحه، عاوز ران ثاني واتاكد ان الباج اتصلح، فايش ضمني ان انا لما ران ثاني هيطلع لي نفس الفاليوز اللي هي بتاكزايت الباج، بتخلي الباج يبان. فاحيانا احنا بنحب ان الراندوم نمبر الجنريتد راندوم نمبرز تبقى هي نفس الفاليوز في مرحله الديباجنج وانا بصلح، عشان ايه؟ اتحط في نفس الظروف تاني فاشوف الايرور هيظهر ولا مش هيظهر. واضحه؟ اه تمام، شكرا. لما لو عاوز بيور راندوم بقى وكل مره بشكل، اوكي خلي السيت تتغير مع كل ران. نجرب محاولة اخيره، لو ما طلعتش هنخلص على كده، وانتوا بقى ايه في البيت بجربوها 10 15 20 30 مره، شوف الكفرج بيتغير ازاي. في حاجات طلعت اهي، تمام الحمد لله. احنا رنينا هنا 10 مرات، هل يا ترى وصلنا كفرج 100%؟ لا، وصلنا ل 87، طلعنا من 75 ل 87.5، معناها ان في حاجه جنريتد زياده. تعال نشوف ايه الاوتو بينز بتاعتنا اهي. اه لقينا احنا رنينا مرتين زياده، يعني كان 8 خليناهم 10. حصل ايه بقى؟ تلاقي الرقم 0 اتكرر 3 مرات، تمام. احنا كنا عاوزين مرتين عشان يملى لي الحاجات اللي ما اتبنتش، فده اتكرر 3 مرات، ده اتكرر مرتين، ده اتكرر مرتين. لا، الكفرج لسه ما زادش، هو لسه 75%، لسه 75%. طب ايه ال 87.5 اللي شفناها دي؟ احنا لما التول بتران بتعمل كفرج لحاجتين، فانكشنال كفرج واسيرشن كفرج. فانا عندي الاسيرشن ده ظهر مره ونجح، تمام، يبقى الاسيرشن كفرج 100% والفانكشنال كفرج 75%، المتوسط بتاعهم هيطلع لي ال 87.5 اللي بيطلع لي في الاخر. دي التوتال كفرج. يبقى تاني هو بيحسب لي الافرج بتاع الكفرجز اللي موجوده. ايه الكفرجز اللي هو عمل لها؟ عمل كفرج للاسيرشن، وما ان الاسيرشن عدينا عليه ونجح فهو الكفرج بتاعه 100%. الفاليوز ما اتملتش كلها وبالتالي الكفرج بتاعها 75%، فالافرج بتاع ال 100 مع ال 75 يدينا 87.5. لسه ما وصلتش، انا لسه عند 75%. طب ما نجرب نران 20 مره، ليه موقفين على 10 يعني؟ دكتور، هو ليه ما فيش كود كفرج؟ ليه ما فيش ايه؟ كود كفرج لسه مش امبلمنتد على الاي دي اي بلاي جراوند، يعني لسه ما حدش عملها. شايفين الكفرج المره دي كام؟ التوتال 93.75. ده نتيجة ان انا عملت جنريشن 100% assertion coverage، بس 87.5% ده coverage للcover point دي، ان في value لسه ما اتملتش. يعني برغم ان رنيت 20% الفاليو 4 مش راضية تطلع. طيب ران 30 مرة، المهم لو رنيت 30 مره جايز تطلع. طب بس هل هو الحل ان انا اقعد ازود الران تايم بتاعي وان ازود عدد الايتريشنز يعني كتير قوي؟ ما هي الفاليو 4 هي واضح انها قيمه عنيده مش عاوزه تظهر لي خالص. 30 مره بران الجنريتور ومفيش ولا مره طلع لي رقم 4. فلو تقعد تزود التايم ومش قادر تحصل على 100% كفرج، هنعمل ايه؟ نتجه الى بقى الدايركتد او الكونستريند راندوم تيست، ان الفاليو 4 مش راضيه تطلع. فانا اعمل لها انا في الكود بتاعي لاين مخصوص يجنريت الفاليو 4، اوكي، ده بنسميه دايركتد بقى. في تيست مش راضي يطلع بالراندوم، فانا بعمل له تيست مخصوص مش هسيبه راندوم. انا بايدي هكتب ان الداتا بتساوي 4 او البورت بتساوي 4، ايه
اوكي، ففي الحاله دي هيملا الكابل. انا لما عملتها 30 وصلني لل 100% خلاص. اوكي، عملت 30 مره عملنا راننج بريست 100%. هتلاقي بقى 30 ايه، 6 مرات عمل لي 0، مرتين عمل لي 1، مرتين عمل لي 1، 7 مرات عمل لي 3. في وسط ال 30 مره دول ما طلعليش رقم 4 غير مره واحده، واضح ان الفاليو 4 هي اللي عامله لي مشكله، هي البوتل نيك بتاعتي. فانا ممكن كنت اكتفي ب 10 راننجز او 12 او 15 واشوف اللي ناقص هنا ما حصلوش جنريشن، واكتب انا ستيتمنت بايدي هنا ما اخليهاش راندوم. يعني انا هنا عامل ريبيت بيأسرت راندوم. طب ايه المانع ان انا كنت اكتب فوق هنا ان الدي بتساوي 0 او بتساوي 4 مثلا، اسمها بي مش دي، اسمه ايه، اسمها تي ار دوت بي. ممكن اعملها كده وخلاص وسامبل بعديها، اخد الستيتمنت دي اسامبل بعديها. يبقى اللي انا هنا عملته ايه؟ عملت دايركت تيست فور ذا فاليو 4. اوكي، خلاص الفاليو 4 انا ضمنت انها جنريتد، وبعدين ران الجنريتور بقى لمده قصيره، ران مثلا 15 مره ولا حاجه. احنا كنا بنران 20 مره كده، الاربعه ما بتطلعش. هرنه 20 مره ونشوف هل يا ترى هيجيب لي كفرج 100% المره دي ولا لا. فاهمين ان القصد ايه؟ يعني انت لما تران الراندوم نمبر جنريتور وما يحققلكش اللي انت عايزه، زود التايم بتاع الرانينج، ما حققلكش زود كمان. ممكن في بعض الاحيان تقعد تزود ما توصلش ابدا للفاليو اللي انت مستنيها تيجي، خلاص حطها بايدك. يبقى احنا عملنا هنا دايركتد تيست، مفهومه دي؟ تمام. اهو هنا الرانينج اهو حصل 100%، برغم ان زمان لما ما كنتش حاطط دي وعملت راننج 20 مره ما كانت تجيب لي 100%. واضحه يا جماعه؟ اه تمام. خلاص ادي الاربعه هي جنريتد مره، بس المره دي انا اللي عاملها بايدي، مش الراندوم نمبر جنريتور اللي عاملها. الراندوم نمبر ما كانش بيطلعها بعد 20 مره، كان بيطلعها بعد 30. خلاص كده؟ طيب لو ما فيش اي نعم اتفضل. في حد كان بيسأل حاجة؟ أي سؤال؟ يا دكتور. وهنا احنا يعتبر عملنا بيور راندوم في الأول صح؟ عملنا بيور راندوم في الأول. ولكن البيور راندوم هو حتى في الديزاين البسيط خالص ده اللي هو بيجنريت 8 فاليوز بس، في فاليو مش راضيه تطلع فيهم غير لما يعني رنيت كتير قوي. احنا ممكن نوفر الوقت، بدل ما ران 30 مره ران 10 وشوف مين اللي ناقص واعمل له جنريشن بايدك، بدل ما تعمل جنريشن بايدك لكل الفاليوز، اعمل جنريشن بس للفاليوز العنيده اللي مش راضيه تجي لك. تمام. وبعد كده هناخد بقى ازاي نعمل كونستريند راندوم تيست بقى. الكونستريند حاجه تانية، يعني مثلا لو يعني هنشوفها في المرات الجايه. لو مثلا الداتا دي في 32 بيت، يعني حوالي 4 مليار فاليو، مش معقول هقعد ران 4 مليار مره ولا هدور على الكفرج بتاع كل الفاليوز ال 4 مليار فاليو، لا. فاحنا بنقول هليمت الراندوم نمبر جنريتور بتاعي، هخليه جنريت فاليوز ذات قيمه بالنسبه لي. اوكي، ايه هي الفاليوز ذات قيمه؟ اللي هي مثلا اول زيروز، يجرب الاول زيروز وبعدين اول وانز، وبعدين مثلا اتاكد ان في 5 ارقام ايفن وخمس ارقام اود، يعني عارف بتارجت ارقام معينه عاوزها تطلع. فبخلي الراندوم نمبر جنريتور شغال، بس بحط عليه قيود عشان ما يبقاش بيور راندوم، يجنريت ارقام راندوم ولكن موجهه في مكان ما. اوكي، هناخد امثله على الكلام ده لسه. يعني مهم دلوقتي احنا نعرف ان عندنا راندوم، الحاجات اللي مش راضيه تيجي بالراندوم بتعملها دايركتد. دايركتد يعني ايه؟ يعني انت اللي بتخلقها بايدك، موجهه للفاليوز اللي انت عاوزها بنفسك. الحاجه الثانيه بقى اللي لسه ما خدناهاش، اللي هي الكونستريند راندوم، بتخلي الراندوم نمبر جنريتور يجنريت راندومز ولكن عليها شويه قيود عشان ما تبقاش بيور راندوم، فما يطلعليش قيم ملهاش قيمه ملهاش لازمه بالنسبه لي. اوكي،
تمام يا جماعة؟ وضحت؟ أي أسئلة؟ تمام يا دكتور. تمام، أي أسئلة تاني؟ خلاص لو مفيش أسئلة ممكن نكتفي بكده النهاردة ونكمل إن شاء الله. الأسبوع الجاي هيبقى غالباً أجازة صح؟ ف يعني هنقعد فترة طويلة ما نشوفش بعض، اشتغلوا بقى في الفترة دي عشان ما تنسوش اللي احنا بنقوله. أوكي، كل سنة وانتم طيبين. مع السلامة. سلام.